اللي كتصوني عليا وانت عارفني في اللايف غتعاود تصوني غادي نبلوك، فهمنا؟ على بركه الله. يلا احبابي يلا البارطاج، الله يجازيكم بالخير. الاخوان 59000 قل، علاش ما توصلوناش 100000؟ السلام عليكم. السلام عليكم خويا. مرحبا خويا العزيز، تحياتي. الحمد لله خويا، غير بغيت نسقسيك. انا درت دراغو بارا فورماسيون، ايو ساليت الكورس، ساليت البراكتيكا، وما لقيتش دابا كونطراتو و ريزيدانسيا، يعني على حال تسالي كي غادي ندير دابا. شمن ميدان درتي؟ وشمن مدينه في اسبانيا انت؟ انا في الناحيه ديال الخايل. شمن ميدان درتي؟ درت طابيسيريا ديال مويبليس. كامبيتريا ومويبليس؟ طابيسيريا. طابيسيريا طابيسيريا. فوقاش غيموتو الوراق ديالك؟ قريب قريب في شهر ربعة. شهر ربعة يعني ما لقيتيش الكونترا؟ ما لقيتش اخويا والله، اللي كان مشي له كان قصدوه والو. مشي لليني نقول لهم دفعتي لليني بان باش يجيب لك سيرتيفيكات دي بروفيسيونال ولا باقي؟ لا باقي. ضالي غاتهز تهز الدبلومات اللي عندك بجوج بيهم د براكتيكا وديال القرايه، غاتديهم لليني تسيتا مع لليني نقول لهم عطيوني سيرتيفيكات دي بروفيسيونال. هما هي ما غاتكونش واجده حيت باقي ما دفعتي ليهاش، يقولوا لك خصك تتسنى تيصيفطوها لك. قول لهم عافاك عطيوني واحد خوسيفيكانتي باش نصيفط نستراخيري جددوا لي واحد عام اخر، انا باقي ما وجدتليش سيرتيفيكات دي بروفيسيونال. تما غادي تشد وغادي تدفع استراخيري وشوف الزهر ديالك واش غيعطيوك واحد الترخيطه ديال عام اخر تستنى تقلب عليها، ولا غادي يرفضوا لك يقولوا لك تجيب لك كونترات. ايوا صح اخويا، هاد الطريقه هذه اي واحد يقدر يديرها، وداروها الناس ونجحوا فيها، وداروها الناس ما نجحوش فيها. يعني انت وديك الموظف اللي طيح فيه، واش صباح ناشط ولا الموظفه صبحت ناشطه ولا لا؟ بارك الله فيك. تحياتي اخويا، مرحبا. شكرا. صحيح. يلا الاخوان بارطاجيو لنا اللايف والله يحفظكم. هذه فكره اي واحد قرب تمثلو الترخيطه وعنده براكتيكا سالها وقرايه سالها وما لقاش الكونترا، من الحق ديالو يمشي لليني اللي جا درتها في فيديو يقول لهم بان بغيت سيرتيفيكات دي بروفيسيونال، ولا يدفع سيرتيفيكات دي بروفيسيونال ويقول لهم عافاكم عطيوني واحد خوسيفيكانتي باقي ما وجدتش سيرتيفيكات دي بروفيسيونال حيت الوراق قربوا يوفوا ليا باش يعطيوني الوراق دعم اخرين ستانخيريه. غتشدها وصيفطهم ستراخيري. شنو غادي تصيفط ليهم؟ الدبلومات بجوج بيهم، صيفط ليهم وتعمر لي فورمي اكس ديال بان غدير بغيتي كطالب بواحد الترخيطه اخرى ديال نوتراسيون ترافاخا باش يعطيوها لك. صافي ايوه. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم شكرا على البارطاج. شوف هي 150 واحد معنا على المباشر، ما كرهتكمش توصلوا ل 200 واحد. السلام عليكم خويا عطان جاوي. الله يحفظك اخويا ايوب، مرحبا خويا. بغيت حبيبي لاباس عليك؟ الله يحفظك خويا، مرحبا. ربي يسهل عليك خويا عطان جاوي. عندي لك واحد السؤال خارج انا من المتتبع ديالك، خارج من النطاق ديال الفورماسيون وهادشي ضرورة. خويا عطان جاوي انا خدام مع واحد السيد في البني. شنو المدينة؟ حتى هذه داخلة في الهجرة، حتى هذه داخلة في الهجرة. مرحبا. في فالنسيا. مرحبا. عندك الوراق ولا لا؟ لا بلا اوراق. مرحبا. وقعوا لي مشاكل ودعيت انا وياه وليت دعيتو عند خويا زكادو. وهاد الايامات صيفط لي خويا زكادو ولا حيتاش ضربت انا وياه وقع لي شي مشكل، وقع لي مشكل في الفم ديالي، والطبيب صيفط بحال ما عرفتش كيفاش نشرح لك. الطبيب صيفط لخويا زكادو بارتي كي تيقولوا لي هما بارتي واقيلا بحال لي فورمي بان انت مضروب. هو ايسو اخويا طنجة، وحاليا ما عرفتش هاد القضيه اللي عندك على شي معلم اخويا طنجة والله يرحم الوالدين. انت وياه دعيتو فقال لا الضرب. انا خدام معاه بلا اوراق. ولكن انت شنو قدمتي شنو قدمتي للخويس؟ بغيت تشرح ليا شنو قدمتي له؟ شنو عطيتيه؟ عطيتيه شي وثيقه شي ادله بان كتخلص منه كل شهر ولا ما كيخلصك شي ولا خدام معاك؟ شنو عطيتيه؟ اللي داير معاه بان ما مخلصنيش، ومني طلبت ليه فلوسي قال لي ما كاينش الفلوس وتزايدنا وضربني. خليك معايا، عندك شي دليل ولا غير بالهضره؟ عندي دليل، عندي ديال الواتساب، الميساجات اللي انا وياه، التصاور ديال الخدمه، كاينين بزاف ديال الحوايج. تركز علي، تركز معايا هادشي اللي غنقول لك، فوالي؟ واخويا عندك ميساجات بينك وبينه بالمية في الواتساب بزاف قدام؟ عندي واه. مزيان درتي له سكين كامل بهم صيفطتيهم المحامي؟
حاليا باقي ما عندي لا محامي لا والو خويا طنجة، وما نكذب عليك ما غاتمشي. قلت لهم ما عنديش باش ندير المحامي، قالوا لي هما يديروا لك محامي. المحامي ديال الدولة هادشي بغا نقول، عرفتي دير محامي ديال الدولة وغتقدم له الدوسي ديالك، شنو غادي تعطيه؟ غتعطيه تصاور الخدمة كاملين غتجبدهم الاولى. هو القاضي ما كيشوفش فيهم، الخويس ما كيشوفش في التصاور، ولكن انت غدير التصاور تخرجهم كاملين. ولا عندك التصوير الفوتوس كيصوروا كرافي كتعطيك التاريخ والساعه والنهار مزيان، ولا ما عندكش ماشي مشكل. والميساجات ديال الواتساب تقدر تخرج سيدي فيديو سيدي اولا اليو اس بي، اولا تخرجهم سكنيرين يعني بالتصاور، يعني تخرج ديك سيم وحاول تحيد السميه ديالو، تبقى غير النمره ديالو باينه، ما تخليش السميه. تفهمنا؟ ما درتش انا السميه، دير ليه سميه اخرى. حيد السميه، خلي ملي غادي تكون كتصور يعني الميساجات حاول تصورها بالنمره باينه في الواتساب، ما تخليش السميه، حيد السميه خلي النمره. فوالا شكرا. هادشي اللي كنقول لك انا ديرو كامل دابا، حيت هو يقدر يدير واحد ابليكاسيون يفورمي داكشي اللي عندك كامل ديالو. شكرا. سير دابا ديرو طق 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 طق، عندك حتى ولا حيدهم وباس على هذا. والله يرحم الوالدين. ودير هادشي هذا وربي سهل عليك، واي حاجه شي معلومه مرحبا بك الاخ ديالنا. تحياتي. شكرا خويا طنجة وربي يحفظك. مرحبا. تحياتي. مرحبا. الله يا خويا ربطني مع داك اخويا. واخا الاخوه الله يجازيكم. شوف والله الا انا كيشدني جنوني على الناس اللي كيتعداو على الاخوه اللي ما عندهمش الاوراق، ولكن نو باس انا هذا راه غياخذ الحق ديالو. هذه الارض، هذه الدوله كما كنقولوا حنا، واحد الدوله فيها القانون، القانون فيها القانون، ولا عرفتي كيفاش تمشي مع القانون. يعني قلت له انا جوج د الحوايج اساسيين هما الميساخيز بينه وبينه كيطلب منه يخلصوا او لا على الخدمه، ولا المهم شي حاجه على الخدمه بينه وبينه كاينه دائما، وتصاور الخدمه يركز لي عليهم مزيان. والله يسهل عليه ويسهل على جميع الاخوه، وكاين بزاف ديال الناس مضرورين في هذا الشيء هذا، ولكن معليش انا اللي كنهضر معكم هنا في سراغوسا 12 شهر انايا خدام هنا في سراغوسا قبل ما ندير الاوراق، عرس فيها الحقره من البجر للبجر، يعني من البجر من جوج ديال الليل حتى تسع ديال الليل، عاد كتمشي لحق الدار، ما كتجلس مع ولادك، ما كتاكل خبز بحال الناس، داخلك عود يعني الغربه في العظام. يعني حنا دوزنا الغربه ودوزنا المشاكل ديال الغربه، ولكن الحمد لله عرفنا شنو كتسوى الغربه، وعرفنا العرب ديالنا شنو كيديروا فينا في هاد الغربه، ماشي غير العرب حتى النصارى، يعني حتى هما تعلموا على بركه الله. الاخوان دابا 7:30 يلا بغيت نزيد معكم، ولكن وصلوني 100,000 5 دقائق، ولا ما حسيت شي بها طالع 100,000 غادي نهبط الاخوان، حيت ما كاينش الدعم بصراحه. السلام عليكم. السلام عليكم. كيداير اخويا؟ مزيان. الله يحفظك اخويا العزيز. مرحبا بك خويا. الله ينورك. تحياتي. شكرا على هذا الشفاء اللي كدير. الله يا خويا اللي قدرنا عليه كنديروا الحمد لله، راكم عارفين حنا خوت ماشي. مرحبا خويا. عندي واحد السؤال اخويا، انا جديد دابا قريب عامين جديد لهنا. مرحبا. جيت في الاول كنت ندير بروفات، ما عرفتش مازال ما درتش هاد السكر ولا ما بقيتش ندير. شنو بروفات عندك؟ بالطبيعه كنت كنشد السيتات حيت انا كان عندي اللجوء وعطوني الرابط، درت السيتات كنت كنشد عند البوليس. ولا عند شوف عندك السيتات البوليس في السميه ديالك، عندك الورقه ديال الطبيب ديال الدوله بروفه محسوبه. واخا تكون عندك عام كامله فيها الورق ديال الطبيب ديال الدوله محسوبه اخويا. ولكن دابا المشكل دابا انا كنت في الخدمه وكنت شي 6 شهور ما درتش شي بروفا، يعني اخر بروفا عندي عندي من فيها 6 شهور. ولكن راك الطا في شهاده سكنه. ما عندي مازال ما درتش شهاده سكنه. وكنت عندك شهاده سكنه تقدر، ودابا نو مشكله هذيك تلقى فيها مشكله. دابا المشكل دابا بقى لي 3 شهور باش نكمل عامين باش ندير ريكو فورماسيون ان شاء الله. مشكله. شحال المده دوزتي في اسبانيا من اللحظه اللي دخلتي حتى اللحظه اللي بقيتي 6 شهور باقا؟ شوف بالنسبه لي انايا ماشي كنقول لك هي 100% يقدر يرفضوا لك على هذه القضيه هذه عندك خاويه، ولكن تقدر دير واحد القضيه اخرى. مثلا انت شحال المده باش ملي دخلتي اسبانيا حتى عندك التاريخ باش درتي باخا قالت لك 6 شهور، يعني ماشي باخا ما لقيتيش بروفا ديك 6 شهور. شحال؟ شحال كان شي عام. مشكله يعني دابا اللي غنقول لك انا قضيه اللي غنقول لك انايا، ما عندك لا ترخيطه الطوبيس في سميتك في ديك اللحظه، ما عندك حتى شي حاجه شاريها في سميتك حتى حاجه. عندي غير الوراق اللي كنصيفط فيهم الفلوس للطريب. عندك في ديك 6 شهور؟ عندي كل شهر تقريبا كنصيفطو.
هي نورمالمون ما كيقبلوهاش، ولكن انا يعني نعطيك واحد الخطه، يعني هذه يعني الدرجه اللي بقات لك دفع ليهم هذوك، وعمرك ما كتفهم والو. حتى ولا قالوا لك طلب لك شي بروبا، زيد واحد 6 شهور دفع ليهم دوسي جديد، هذا اللي كاين. يعني نورمالمون ما غاديش يقبلوا لك، ولكن بالنسبه ليا انايا اي عارفين حنا عارفين كل 90 هما، بالنسبه ليا انايا صبار دفع ليهم ريغو فورماسيون ياه، دفع ليهم ونتمنوا الله خير. يعني نورمالمون ما يقبلوش، ولكن انا كنعرف واحد القضيه، هو الانسان حتى حاجه ما مستحيل على بركه الله. الله يسهل عليك، تحياتي اخويا، شكرا، الله يحفظك. هذه نصيحه غنصح بها الاخوان اللي في الغربه كاملين، حنا كاملين في الغربه، نصيحه نصحها بكم، حاولوا ما تضيعوش البروبات ديالكم هنا في اسبانيا. حاولوا الا كنتي في اسبانيا ما تضيعش الوقت ديالك، راه الوقت كيمشي وصعيب باش ترد. دير البروبات ديالك، خدم على البروبات ديالك، وربي راه ما عمرو يضيعك على بركه الله. هكذا الاخوان، بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بالخير. الاخوان ديالي، وعليكم السلام خويا، مرحبا خويا، الله يسعدك، باش مزيان، الله يحفظك خويا، الله يجازيك بالخير. خويا بغيت نسولك، انا جاي ايتوديون ياك، وما بقيتش كنقرا، وعطوني اوتوريزا ترافاخار، وبغيت زعما ندير الريكولابور من هنا الى كملت عامين. انت عندك اوتوريزاسيون ترافاخار نو؟ عندي اوتوريزا. شحال من الوراق عندك؟ عام عامين؟ عندي غادي يسالو ليا في الشهر 9. لا اش من طرخي تعطوك في الاول، واش ديال عام ولا عامين؟ ايتيديون. شنو باغي تدفع دابا؟ في العام الاول، العام الاول تفات عندي عطاوني ديال نو اوتوريزا وجدد، وعطاوني اوتوريزا دابا على حسب الكراد، وما بقيتش كنقرا فهمتي، ما بقيتيش كتقرا. شحال من كوتيزي في السيكوريتي سوسيال؟ ودرت اوتونوم. شنو درتي؟ اوتونومو. اها صافي. واش ممكن زعما ندير الريغولاتورال ملي نضرب 6 شهور؟ دابا عندك حق تكوتيزي نو سي، علاش ما تكوتيزي شي واحد 6 شهور وتبدل الوراق راسك؟ علاش غتدخل في لافيدا لابور، يعني في الريغولابور نو؟ ما يمكنش، حيت ما لقيتش، حيت ما لقيتش خدمه ديال كيطلبوا خرناطه كومبليت. بالي وانا ما لقيتش خدمه اخر هذا. شنو من مدينه نتايا؟ برشلونه. يعني انت دابا ما عندكش لجوء؟ لا، ما يمكنلكش تفعل ريغورا بورا. علاش؟ حيت انت ما عندكش لجوء. كاين اللي يدفع بالريغورا بورا وهو ايتيديون. تقدر شنو من مدينه قلتي انت؟ برشلونه. برشلونه خصك تعرف بان الريغولابورار كيدفعوا فقط الناس اللي عندهم لجوء، الناس اللي عندهم اسيلو. سي انت في الحاله ديالك اخويا جيتي من المغرب هنا تقرا نو؟ سي. عطاوك في الاول ورق ديال العام، ومن اللي جاوا يبدلوا لك واش كنتي باقي كتقرا ولا لا؟ كنت باقي نقرا، دابا خرجت من القرايه. يعني دابا انت الحل اللي عندك الوحيد هو الورق اللي عطاوك اوتريزاسيون ترافاخار، واش عطاوك تخدم خونا دا كومبليتا، ولا عطاوك واحد المده ديال السوايع تخدمهم في 30 ساعه؟ يعني انت من ديك الناس اللي عطاوك 30 ساعه، خصك تخدم 6 شهور اخويا، وتقدر تبدل الوراق لراسك اخويا بلا ما تدخل فيها حتى حاجه نو. علاش تمشي لا فيدرا؟ علاش تمشي لا يقولوا بورا انت؟ حيت في الوراق كيعطوك بحال ديال الريبو طرف الناس، ولكن فيهم اوتوريزاسيون ترافاخار، هادو ما فيهمش اوتوريزاسيون ترافاخار. انت عند شوف، عطاوني نو اوتوريزاسيون. انا نفهمك السطوريه ديالك، انت عطاوك نو اوتوريزاسيون ترافاخار في الاول، المره الثانيه عطاوك اوتوريزاسيون ترافاخار. وهذيك اوتوريزاسيون ترافاخار راه خصك تخدم 6 شهور وتبدل بلا كونترا. صح، فهمتيني؟ يعني انت عندك 6 شهور ولا ما عندكش الخدمه؟ مازال يلاه بادي. وفوقاش غيموتو؟ الشاتو. يعني مازال لك الوقت اخويا، وعندك الحق انت عندك الحق من بعد ما يموتوا في شهرين ولا 3 شهور تبدلهم، وقبل ما يموتوا في شهرين تبدلهم. لا بيدار غرار ديالك تكون فيها 6 شهور ودفع وتوكل على الله. وبالنسبه لشهاده السكنه كانت دايره عند واحد وحيدني.
ماشي مشكل شهاده السكنه ملي تجي باش تدفع لهم تدفع لهم شهاده السكنه ديال اخر وحده جبتيها ديال 3 شهور عطيها لهم حيت انت ديجا عندك الوراق. شكرا. حيت انت دابا ما تحتاجش شي غير شهاده سكنه عامين، الناس اللي كيكون عندهم الوراق ما كيحتاجوش شهاده سكنه ليستوريك ولا شي حاجه. شكرا. ما كاين مشكل خويا الله يسهل. الله يكبر. يلا الاخوان بارطاجيونا اللايف الله يجازيكم بالخير، العزيز علي الطنجاوي يبارطاجي اللايف وعلى بركه الله الاخوان وعلى بركه الله. الاخوان صراحه ما نكذبوش على ربي عينا. السلام عليكم. سلام خويا، بغيت نسولك اخويا الجوج ما عندهمش ناسيوناليتي باغيين يديروا الزوجيه سوليون، عندهم اوراق عاديين. خصو يكون عنده اوراق ديال 5 سنين. واحد عنده اوراق ديال 4 سنين، هذيك عندها اوراق تاع عامين. ديال 4 سنين ما عرفتش واش يقدر يديروها، المهم ديال 5 سنين يقدر هو يقدر يديروا باريخه بيناتهم. لا هما بغاو يديروا الزواج مغربي من بعد يديروا الزواج في لامير يعني ديال اسبانيا. ما كنظنش يمكن خصو يكون عند واحد فيهم ديال 5 سنين. ديال 5 سنين هذا اللي فاهم انا في القانون اللي كنعرف انايا والاخوان يقولوا متفقين معايا يقولوها. ولا كان عندي مثلا انا الوراق 5 سنين بغيت نتزوج شي وحده واخا يكون عندها الوراق غادي العام اولا كاع ما يكون عندها نقدر ندير معها باريخ. ماشي باريخ اخويا، هادو باغيين يديروا الزواج يعني مغربي حلال فهمتيني. ولا بغاو يديروا الزواج مغربي راه غيتزوجوا واخا ما يكونش عندهم الوراق جوج بهم يمشيو للقنصليه يتزوجوا. يتزوجوا عند القنصليه المغربيه. شي كلارو. ولكن باغيين يديروا حتى الزوجيه اسبانيوليه. هذيك اسبانيوليه خص يكون واحد فيهم عنده الوراق 5 سنين كنظن، هذا اللي كنعرف في القانون انايا. بالي خويا الا والو نقلب على الاوفيسينه ديال هاد الشيء هذا. الله يرحمو يا شيخ نقصد لك باش نهضر لك. ولكن ديال 4 سنين تقدر تكون سي او سي نو ما عرفتش، المهم ديال 5 سنين سي. وي واحد ماشي بجوج بهم يكونوا 5 سنين، يعني واحد فيهم يكون عنده ديال 5 سنين هو اللي غادي يقلب الدوسي. هما الاخوان راه قالوا لي سي هذه القضيه اللي كاينه، يعني واحد من ديك الجوج. انا خويا اسمح لي ما كاينش مشكل. واحد السؤال، واحد غادي يموتوا له الوراق دار كورسو ديال التجاره ما لقاش كونتراتو كوميرسيال سي. سمعت قبيله كوميرسيال، سمعت قبيله قلت لي يمشي عند اني ما عطولوش ورقه، هو دابا عنده شهاده بروفيسيونيل خداها من برشلونه من مدرسه ديال هاد الكورسوس. خصو يمشي لاني يحط لهم الدبلومات بجوج بهم ديال براكتيكا وديال القرايه وقول لهم عطيوني واحد خوسيفيكانتي بان انا باقي كنستنى سيرتيفيكات ديال بروفيسيونال توصل ليا. يا سطا كيمشي استراخيريا كيدفع لهم جوج دبلومات. ها ديروا عطاو له ديك السيرتيفيكات دو بروفيسيونيل من اوفيسينا في برشلونه اللي عطاوها له تبعوها خدا هذيك الكبيره. سيرتيفيكات دو بروفيسيونيل عنده دابا الشهاده خداها ديال داك الكورسو دابا كيستنى الكونتا ما لقاش كيعرف راه لا لا كاينين. شوف كاين سيرتيفيكادو دي بروفيسيونال كتجي من بعد 6 شهور و 8 شهور، خليني نديك اللي كيعطيوها هما ديال الدبلوم عاديه. هذيك ماشي عاديه ما بغيتش نوضح لك هنايا حيت عمل هذاك الشيء ديال الا سمعتي على ديك المدرسه في برشلونه بالفلوس. لا ماشي مشكل، راه مدرسة الفلوس كاين مدرسة الفلوس كيتقبلوهم هو كتقرا ديال الفلوس عادي جدا. شوف تمشي بحال نفسك وكتقرا اونلاين. اللي بغيت نفهمك انا ملي كتكون سيرتيفيكادو دي بروفيسيونال ديال الفلوس يقدر يوجدوها له دغيا ماشي مشكل، يعني في هذه الحاله هذه خصو يقلب على كونترا او لما يفوتش شهرين من بعد ما يموتوا له. الله يرضي عليك هادشي هذا اللي قلت لك. انايا ملي قلت لي دابا راه جاب سيرتيفيكادو دي بروفيسيونال يعني هو ما يقدرش يدير هذه الحركه هذه دابا. ما يقدرش يدير ديك الحركه يعني صافي الا ما لقاش كونتراتو غيموتوا له. غيموتوا له عنده الحق شهرين من بعد ما يموتوا له على حساب برشلونه سراغوسا مدريد كيديروا هذه الحاله. الناس ديال ارميريا بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما كيبغوش يبدلوا لنا، ولكن هذا الشيء غير على حسب الموظف اللي كيتيحوا فيه. هذا في طرابونا. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله، يعني هو عنده سيرتيفيكات دي بروفيسيونال خصو يقلب على كونتراتو فاميليال. هو شوف يمشي عند باكستاني يعني يمشي عند الناس اللي عندهم فاميليا في الميدان ديالو يدير يعني يقدر يدبر بري كونتراتو. ان شاء الله. شوفوا دابا كيعطوها بالفلوس راك عارف كيسمسر. مشكلة شوف هذا هادشي صعيب والله حتى صعيب. راني فيها الحال ديال راني فيها خليها توصل. شوف غنقول لكم واحد الكلمة، هاد قبل شهر 6 وعقلوا لي الكلمة هادي وهاد اللايف كيبقى مسجل، قبل شهر 6 إن شاء الله ما غاتبقاش شي حاجة سميتها إقامة بدون عمل، ونتمنوا الله خير. يا ربي آمين. مرحبا. أنا كنقول لكم شي حاجة اللي كنشوفها اللي هما كيهضروا عليها وما كنبغيش نهضر بزاف حيت نتمنى والو اللي يجيو طالعين جداد ما يدوش عليهم هذاك الشيء اللي داز علينا حيت صعيب.
راه واخا تكون عندك ترخيطه ميته ويخرج شي تعديل في رايبو فورماسيون، راه كلشي كيتحسب واخا تكون ميته. غير هي خصك تكون عندك الدبلومات ديالك وصافي يكون خير ان شاء الله. سمح لنا خويا الله يجازيك، ما كاينش مشكل. الله يرحم والدين. شكرا اختي، مرحبا، تحياتي. الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بالخير. والعزيزه ديال الطنجاوي بارطاجي اللايف. ودائما كنقولها راه الوراق ديال ريغو فورماسيون راه واخا كيموتو لك راه ما غاديش يدعو عليك، راه ما كاينش شي قانون اللي كيقولها. تفهمنا؟ راه انا نقول لكم واحد القضيه، راه انا نعطيها لكم قانونيا، ولا دفعتوا شي استراخيريه ورفضت لكم قالت لكم الترخيطه ديالكم ماتت انتم عاطينها كونتراتو، من حقك تدفع الدوسي للمحكمه. وفي بلاصه هما اصلا كيسيفط لك واحد الورقه مع ديك الرفض، كتدفع للمحكمه والمحكمه اللي كتحكم عليك، والمحكمه راه تحكم عليك بالفافورابلي. علاش؟ حيت انت مواطن مقيم في اسبانيا ودرتي الكورس وكملتي كلشي وما ساهلش الله جبتي الكونتراتو في الوقت، جبتيها معطله بشهرين اولا 3 شهور، راه من حق ديالهم يعطيوك فافورابلي ديالك. يعني ما تسمعش، عفونيش بنادم اللي كيقول لكم بان راه الاوراق ديالكم ولا ماتوا غيمشيو، راه ما جيش وغيمشيو وصافي، راه الريغو سوسيال وما كيمشيوش ملي كتفوت 3 شهور من بعد عامين، من بعد ديك العام ولا عامين. الله يجازيكم بالخير، واخا يموتوا لكم الاوراق ديالكم، يعني انتم حاولوا ما تخليهمش يموتوا، ولكن ولا ماتوا ودفعتوا من بعد شهرين وثلاث شهور ورفضوا لكم، دفعوا السيناف. السيناف راه من حق اي مواطن، والله سهله لاي واحد. دائما ملي كنهضر وكنتحمل الكلام ديالي مسؤوليه بطولها وعرضها، راكم كتعرفوني وعلى بركه الله، ونتمنى والله ما يحشمناش وما يحشمش الجامع ان شاء الله على بركه الله. خويا طلعني الله يسهل عليك، راه ابراهيم خويا مرحبا خويا، غنطلعك ولكن راكم عارفين راه كنطلعو يعني ب يعني اللي كيكبس مزيان كيطلع هو الاولاني، يعني كنطلع الناس بالفيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا اختي. خويا كنت بغيت نسول غير على واحد البنت صاحبتي، عندها الوراق ديال مال تراتوس هي وولادها، وغادي يوفاو ليها من دابا 6 شهور، واش خاصها ضروري كونتراتو ولا تبدل غير ب واش حكمت ليها المحكمه ولا مازال؟ واش حكمت ليها المحكمه ولا مازال؟ حكمت ليها المحكمه وعندها الوراق تاع 5 سنين هي وليداتها. ديال الخدمه؟ ديال الخدمه. ديال الخدمه يعني دابا تعطاو ليها الوراق يا تحمل مسؤوليه تخدم وتبدلهم الراسه. عندها تيمبورال ديال ترافاكو. تيمبورال ديال ترافاكو يعني دابا هي ملي كتحكم ليها المحكمه كيعطيوها ديال 5 سنين، ملي كتكون باقي ما حكمتش كيعطيوها ديال العام. يعني دابا هي ولكن هي خدمت عليهم شويه ولا لا؟ خدمت وقيله غير شهر، بصح عندها الدراري صغار على بيها ما قدرش تخدم. ملي كيكونوا ديال 5 سنين ما كيتبتوش عليها شحال خصها تخدم، غير هي ملي تقرب تكمل 5 سنين تدفع تبدل الوريقات ديالها. نورمالمون اللي كيكون عنده ديال 5 سنين كيدفع كيمشي يبصم، يعني كيشد السيته كيمشي يدير بصمات، هذا اللي كنعرف انا. يعني هي فقط كتشد السيده ديال البصمات وكتخلص طاسه ديال البصمات كتمشي تبصم وتهز الترخيطه ديالها من بعد 30 يوم ولا 40 يوم. بلا ما تحتاج كونتراتو. هادشي اللي كنعرف انا، ما كتحتاجش كونتراتو، الناس اللي عندهم الوقت 5 سنين ما كيحتاجوش كونتراتو. فقط ولا كانت في اللي يعني هي ما كتخدمش خصها تكون كتفيرمي في لينين. كتفيرمي. مزيان صافي، يعني ملي تقرب يموتوا ليها الوراق بشهرين عندها الحق تبدل الوراق ديالها. اولا يعني بشهر ولا اللي بغات هي على حسب، ولا تيموتوا يعني ما عندهاش مشكل. يعني في هذه الحاله ما كتحتاجش الكونتراتو، انا على حسب القانون كندوي معاك انا في القانون، والاخوان في الكومونتيرات يصححوا الكلام ديالي، انا كيعجبني انسان يصحح لي الكلام ديالي، اللي هي عند الوقت 5 سنين ما تحتاجش يعني يكون عندها كونتراتو، تحتاج فقط تدفع وتكون عندها شهاده سكنه هي وليداتها. واخا خويا شكرا. واحد السؤال واحد اخر، كاين شي قانون على حساب البيرمي من بعد الوراق؟ البيرمي اللي تدار من بعد الوراق، من بعد الوراق يعني حاليا بيرمي الصغير مازال في النقاش، ولكن كما كنعرفوا بان قبل شهر 6 غيتحطوا بزاف ديال التعديلات، ولكن انايا اظن غتكون شي حاجه في البيرمي كبير الناس اللي غيجيو جداد من البلاد. ما بيرمي صغير باقي ما طبقوا فيه والو، باقي ما داروا فيه والو، يعني كيديو يجوا فينا دائما كيخرجوا التقرير غيكون في الاخر كيرجعوا للور. يعني انا باش ما نوهمش شي واحد معايا يعني تبقى الصوره ديالي مزيانه، حاليا كيهضروا على البيرمي ديال المهنيين، الناس كبار، الناس اللي عندهم بيرمي كبير، رموك، شاحنات، بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله يكون خير. وكاين الناس، كاينين الناس كنعرفهم، الله يا اختي، كاينين الناس كنعرفهم ساكن، يعني كيسحاب لهم بان راه تقدر تبدل البيرمي، واحد القضيه، يعني باش ما نطولوش، كاين الناس اللي كتكون عندها بيرمي دارته دابا، حتى دارت الوراق دارته ودفعته وعطاوها،
وكاين الناس اللي ما عطاوهاش، يعني كاين الناس كتدفع تراميدي باش تكامبي بيرمي ديالها وكيبدلوا عليها بلا مشكل بلا والو. كاين واحد السيد كيطلع في تيك توك من اللي ريده كيقول بلي كيبدل الوراق، كلامه صح، اما نفخوش باطيتنا، ولكن ما كاينش هذا القانون هذا. هذا بحال نقول لك يقدر يعيقوا به من بعد، يعني انت كتصيفط الترخيطه بالوراق ديالك كتقول لهم كنكامبي كيبدلوه لك، ولكن ما كيلاحظوش كاين بعض الموظفين ما كيردوش البال مزيان اولا صافي كيدوزك. هي راه عادي دوز، راه ماشي زعما مخالفه للقانون، هذا كيتسمى الموظف دوزك، ولكن قانون قانونيا ما كايناش، ما كاينش نو. يعني هذاك السيد راه كيهضر في الحق، غير هو ما يجيش يقول بان كلشي كيقبلوا له، هذه ما نبغيهاش نسمعها منه حيت انا ما كنتابعوش صراحه. الناس كيصيفطوا لي الفيديو ديالو الله يسهل عليه، كلامه على حق، ما كيعجبنيش حاجه وحده فيه ملي كيقول لك حتى واحد ما رفضوه، هذه اللي ما كنبغيهاش. كيقول بزاف على الناس، عرفتي واحد العدد خيالي، هذا هو المشكل. كيدفع مثلا 50 واحد يلا كيجاوبوا 5 د الناس اللي باقي كيرفضوا له. ايوا ان شاء الله يكون خير، خير ان شاء الله. اللي عنده بيرمي دارو يقدر يمشي يدفع عادي ويشوف الزهر ديالو ما يخسر والو. ان شاء الله، الله يسهل على اي واحد. شكرا اقصد رحم والديك، ما كاين مشكل. مرحبا يلا الاخوه البارطاج. الاخوه انا كنبغي نكمل في اللايف، يعني كنبغي نعاون يعني نزيد، ولكن ما كتبارطاجيوناش اللايف الاخوان، يعني نتوما كاينة نقولوا 200 ديال حركة اكسبلور، تحياتي لكم. شكرا يوسف خويا، شكرا تحياتي. وكاينة 780 يعني 78000، 780 زعما انا عاشني داير 78000 قل. الله يحفظكم، بارطاجيو لينا اللايف. واللي عنده بيرمي داروا دابا حتى دار الوراق عاد داروا، ولا داروا هذه 50 المهم داروا حتى دار الوراق عاد مشى داروا في بلاد، راه مشي يدفع عادي، راه ماشي غادي يقبلوا لك ولا ما يقبلوكش، انت فاهم منك من الناس، اما راسك ما كتفهم والو. قبلوا لك غادي يصيفطوك الترخيطه، ما قبلوا لك شي غيصيفطوك الترخيطه يقولوا لك لا هذا درتي من بعد، عادي جدا. وتقدر تعاود مره ثانيه تدفع ليهم، الثالثه الرابعه، كاين الناس كنعرفهم دفعوا 10 المرات ومن بعد عطاوه ليهم، كاين الناس كتدفعوا كتكتب واحد الرساله بان حنا كنخدموا في بلاصه بعيده وكيصيفط كونترات وحقا كيخدم بعيد وكيصيفط ليهم شهاده السكنه فين كيسكن، بان بعيده بزاف وضروري خصو الطوموبيل وكيعطيوه له. يعني انت والزهر ديالك، يعني شوف ما ترجعش للور، توكل على الله. وهاد القضيه كيقول لكم خوكم الطنجاوي هي ما كايناش في القانون، ولكن انت كتدفع ليهم عادي، انا مواطن ما عندي ما ندير، دفعت لكم بريمي درتهم اللورا، ماشي مشكل، ما كاينش على بركه الله. نشوفوا شكون باغي يطلع، نشوفوا الناس اللي كتفاعل معنا. ولي غنزيدو معكم غير شويه الاخوان وغادي نهبط ان شاء الله. صافي الاخوان ديالي، شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على البارطاج، شكرا لكم على كل شيء صراحه. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، مرحبا تفضل خويا. يلا الاخوان غنخليكم الاخوان، تحياتي لكم، يتسكينا في بارطاج الاخوان ديالي، ومرحبا بالجميع على بركة الله. اللي باغي يطلع مرحبا بي، غنشوفوا الاخوان اللي باغيين يطلعوا، مرحبا بالجميع، وتسكيو في البانتايا الاخوان الله يجازيكم. الاخوان تسكيو في البانتايا، اللي باغي يطلع يصيفط ليا على بركة الله. الاخوان اللي باغي يطلع يصيفط ليا، وان شاء الله كما قلت لكم التسوية الجماعية غادي تكون ان شاء الله قريب وفي اقرب وقت. وكذلك الاخوان اللي عندهم ريغو فورماسيون، ما غاديش تبقى ديك القضية ديال ريغو فورماسيون ديال إقامة بدون عمل، ما غاديش تبقى، هذا كلام من عند خوكم الطنجاوي، حيت إسبانيا ما عندهاش ربح في هذا الشيء هذا. وكذلك كاينين بعض الإسبان عندهم قنوات وفي الصحافة الإسبانية كيقولوا هاد الناس اللي كيتعطاهم رايبو فورماسيون وما كيخدموش، واش بغيتهم يمشيو يخونوا، يعني يمشيو يسرقوا. يعني هنا كاين نقاش ما بين الدولة وما بين بعض الصحافة وما بين بعض المؤثرين، يعني عندهم تاهما قنوات ديال اليوتيوب وقنوات ديال التيك توك كبار. هنا غادي تلقى اسبانيا مشكل، ولا بقات غادي بهذا السيستم هذا ديال الريغو فورماسيون، يعني اقامه بدون عمل ما خصهاش تبقى، حيت كدير مشاكل بزاف ديال الحوايج. واحد عطيه الريغو فورماسيون وما يقدر يخدم، ما يقدر يدير والو، ويقرا كورسو يعني مين كيجيب هذا المصروف، يعني هذا الشيء غير عادل. على بركه الله اللي صيفط لي غنطلعو اخوتي. يلا تسكيو في بانطايا الاخوان، اي واحد كيسكي في بانطايا غادي نطلعو. يلا الاخوان على بركه الله، اي واحد باغي يطلع يصيفط لي. يلا الاخوان بارطاجيو اللايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، كيداير اخويا الطنجاوي؟ لاباس. الله يحفظك اخويا العزيز، مرحبا بك ارمان. يا الله يحفظك، بغيت غير نسولك اذا كان ممكن.
دابا انا دفعت للراي كونسيسيال تقريبا دابا 22 يوم، والمحامي كان قال لي من دوز 10 ايام رجع لعندي باش نعطيك النومينو دي اكسبيدين تي، ودابا 22 يوم كان عيط لي كيقول لي راه مازال ما جاش. واش عادي زعما ولا نورمال اخويا؟ باقي ما صيفطولوش باش تخلص الطاسه، ماشي هو استراخيريا خصو يصيفطولو باش تخلص الطاسه، كيتعطلوا حيت انت ما دافعش عندهم استراخيريا، دافع المحامي. ولكن واحد محامي اخر قال لي 22 يوم بزاف، قال لي الماكسيمو 10 ايام 15 يوم كيعطيو النمره ديالك. ما عندهم يقول لك المحامي، نتايا المحامي ديالك ملي كيدفع لك كيستنى استرانخيريا تصيفط له بان يخلص التصاور من الدوسي. ياك عادي جدا، ما عندهم يقول لك المحامي يجيني يوم، راه ما هذاك الشيء ما عندوش بالقانون، داك الشيء ماشي بالسيستم، داك الشيء يقدر واحد يدفع موراه كيصيفط له التصاور انت باقي ما صيفطولكش. علاش؟ حيت انت الدوسي ديالك باقي شاد الفيله. عندي سؤال اخر اخويا. مرحبا مرحبا تسكيو بانطايا الاخوه، الله يجازيكم بالخير، واللي ما مشتركش يدير اشتراك وكلشي غيطلع، غيطلع الناس اللي كيتفاعلوا معايا غيطلعوا. تفضل اخويا العزيز. دابا اخويا الطاجاوي انا عندي بيرمي يعني قديم في المغرب قبل ما نجي لهنا، ودابا بغيت نعرف زعما باش ديت الورق وبغيت نبدل زعما بيرمي اسباني، ولكن البيرمي ديالي ديال المغرب طاح ليا هنايا في اسبانيا وما عندي حتى شي فوتوكوبي ديالو. وخصك يكون عندك ديكلاراسيون اخويا. درت تصريح بالشرف في القنصليه. لا لا ملي دير عليك بيرمي هنا دير ديكلاراسيون عند البوليس هنايا. نعم واه، ولكن انت ماشي مشكل ملي غادي يجاوبوك اخويا راه تهبط المغرب تجبد بيرمي ديالك، هذا اللي كاين، او لا تصيفط الوكاله شي حد يجبدوا لك. انا بغيت زعما نعرف واش ممكن ندير محامي هنا ويدير لي طلب ديال انني باغي نبدل بيرمي بلا ما يكون عندي. لا ما يمكنش، خص ضروري يكون عندك بيرمي وما يكونش ميت اخويا. ياك كلارو، يعني خاصني ندير شي واحد دابا الوكاله باش يجيبوا لي من المغرب الوكاله، ولا تهبط انت مي عايش الاوراق ديالك تهبط المغرب تجيب بيرمي ديالك راسك، ويكون بيرمي باقي ما وفاتش يعني باقي فيه واحد شويه عاد غيوفى. مرحبا. واخا يكون مثلا يكون وفا ودرت طلب في المغرب يعطيك واحد اخر. يعطيك واحد اخر عادي جدا، غير هنايا ما يبدلوكش حتى تجيبو حي. شكرا. تحية خويا ما كاينش مشكل. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بالخير وكلشي غتوصل له الرسالة. اللي باغي يعني عزيز عليه هذه القناة هذه وبغات توصل هذه القناة هذه ويعني يعرفوها الناس يستافدوا الاخوان، تسكيف بانطايا الاخوان وديروا حركة اكسبلور وكلشي غادي يطلع وعلى بركة الله. غادي نشوفوا شكون معنا اللي كيتفاعل بزاف كيطلع هو الاولاني في اللائحة باش يطلع معايا، فوالي حيت انا غادي نفيلا يقدر واحد يكون في القاع يكون كيتفاعل يطلع هو الاول ولا هو الثالث مرتبة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. مرحبا اختي، عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا ليك اخويا، بغيت نسول. مرحبا مرحبا. دابا انا خدامة في رياضة اليوغا. اها شمن الورق عندك؟ نعم شمن نوع الورق عندك؟ عندي 5 سنين. مرحبا. ودوك راني انا حاملة عندي 23 سيمانات وراني في باخا ميديكا. ها ولكن ديك السيده اللي كنت خدامه معاها كتقول لي غادي دير لي باخان ونقولوا نظريه، بغيت نسول واش تقدر. ما يمكنلكش، ما يمكنلاش ديرها لك حيت انت خدام، انت خدامه وشحال انت خدامه معاهم؟ من خونيو. ما يمكن. لا ما يمكنش، ما يمكنش تحبسك وانت حامله يعني في الخدمه وانت حامله، ما يمكنش. مؤخرا من باخا ميديكا دوك لينا شهر. انت باخا دابا انت كتخلص على حساب يعني الحمل ديالك يعني، ولكن انت على حساب سي يعني انت دابا شحال يكون عندك 4 شهور 5 شهور نورمالمون خصك تخدم حتى 6 شهور 7 شهور. اه ما خصكش تحبس، انت ما خصكش تحبس، خصك تكمل الخدمه حتى 6 شهور 7 شهور. واخا راني حامله دابا 6 شهور. كلارو خصك تستنى حتى على حساب الطبيبه ديالك شنو غتقول لك، ماشي انت تقول لي يعني الطبيبه ديالك ولا قالت لك راه ما تقدرش يعني راه من حقك تحبس، ولا قالت لك تقدر راه خصك تكمل. حيت هي قالت لي قالت لي بغيت ندوز الكوتيزاسيون ديالك لاوترا بيرسون، قالت لي كتخدم بلاصتي. اها وقالت لي خصك تطلبي باخا بور ريسكو دي امباراسو، والطبيبه ديالي قالت لي نعطيك غير باخا ميديكا، قالت لي باخا بور ريسكو دي امباراسو طلبوها من الموتوا، وهي ما عندهاش موتوا هاد السيده. انت اول حاجه كمل معاها 7 شهور، ولا عطاتك يعني الطبيبه ديالك عطاتك باخا راه من حق من حقك تجلس وماشي من حق الشركه تحبسك. بعدين انت اللي عليك دابا ديرو ما تفيرمي حتى شي حاجه في الشركه. لا
اي ورقه في الشركه ما تفرميش عليها، ومن الحق ديالك تجلس ديك 4 شهور ديالك ان شاء الله ملي تولد تخلص فيها، ولا ما دير لك شركه باقه. صافي شكرا خويا، ما كاينش مشكل. ما يلا الاخوان بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بالخير، وكلشي غادي يطلع. يعني كما قالوا عارفين يعني ما يمكنش الشركه دير باخه سوا ولا دخلت كتشد واحد ايوده على حسب الحمل ديالها، حيت المراه ملي كتولد عندها 4 شهور ديال الراحه وكتخلص فيها بالشركه ديالها، يعني ماشي الشركه اللي كتخلصها مباشره السيكوريتي سوسيال. المهم خص ضروري هي ما دارش باخه مونيتاريا وما خصهاش تفيرمي على حتى شي ورقه، والقانون راه كيحميهم اصلا ما عندها مناش دخل. على بركة الله الإخوان، شكرا شكرا أخي، مرحبا، شكرا على الدعم ومرحبا بالجميع. أي واحد كيبارطاجي القناة راه كيطلع هو الأول. إخوان واحد الطرف، الله يجازيكم بالخير الإخوان، ما كتسكيوش في بانتايا واللايف بدا كيطيح. عليكم السلام، مرحبا خويا العزيز. صباح خويا لاباس. الله يحفظك خويا، تحياتي، مرحبا بك. بغيت نسقسي خويا، أنني هنا في إسبانيا وكنت رايح للبراطاح كمون البوليس، عاودوا رجعوني تاع إسبانيا هنا بسموني، وراه معطيني الكيت الان. اسكو نقدر نحي ذاك الكيت واسكو نخليه هكذا ومن بعد نكمل لي بريف تاعي وندفع الدوسي تاعي عادي. شمن طرد عندك اخويا؟ عندي تاع عندي اوكيتياب، عندي تاع 5 سنين كيت تاع كيت اوروبا كاع. خويا العزيز هذا الكيت اللي عندك اخويا العزيز طاحوا فيك هاد المره، يقدر يديوك سترانخير يا خويا، تما يديوك للبلاد. حاجه واحده اللي خصك ديرها دابا وغتسمعني مزيان، غدير شي محامي، ولا ديك الساعه اصلا خصو يديروك محامي، وديك المحامي حيد لك ديك المشكل، ما غايتحيدش 100%. مهم يكون عندك واحد الحجه بان انت يعني كتحيد، خص يكون عندك واحد الورقه بان عاطيها لك المحامي ولا المحامي اللي جابوا لك بانه هما خدامين كيحيدوا هذا المشكل، حيت الا طاحوا فيك هذه المره طاحوا فيك شي بوليس صعاب غايديوك استراحه خيريه، غدرا فيها واحد 6 شهور ولا 4 شهور تما يديوك للبلاد. انا عطاوني كيف ما جابوا لنا المحامي تاع الدوله هذاك، ولكن هذيك المحامي ديال الدوله راه ملي كيهضر معاك كيقول لك جيب لي هذه جيب لي هذه، خصك تجيبهم لي في اقرب وقت باش نمسح لك هذا الشيء. فهمتيني خويا؟ الاخوان بارطاجيو لينا اللايف باش كلشي يستافد. كنت محامي درك في البريفي براح، كنت محامي. خصك شوف باش نعطيك واحد النصيحه، اسمح لي. تفضل اخويا تفضل. مرحبا. الاخ عاود طلع معنا مره اخرى خويا حيت الريزو ما عندكش، ما نخليوش اللايف يطيح. اي واحد عنده سبورسيون يعني عنده الطرد من هنا من اسبانيا خصو يعرف بان راه صعيب يطيحوا عليه البوليس، ولا ما حد باقي ما حيدوش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا اختي. اخي ديالي بغيت نسولك الله يرحم والديك، انا جيت لاسبانيا دابا عندي واحد 7 شهور وعندي 4 وليدات. وعندي مشي مثلا زين طلب شي ايوده ما كيبغيوش يديوها لي واخا عندي شهاده سكنه. كتمشي للترافاق على السوسيال ديالك؟ كنمشي لي على حساب الحومه ديالي، كيقولوا لي انتي جيتي فيزا توريست خاصك تصرف على راسك خاصك. ولكن اسمح لي الفيزا مازال عندك حيه؟ لا لا انا كان عندي غير فيزا توريست فيها 15 يوم سالت. غادي تمشي تبدل الباسبور ديالك وغطلب ايوده من الترافاق على السوسيال ديالك، ما كاينش مشكل. ولكن هما خي ديالي طالعوا لي على الوراق كاملين، شافوا فيزا توريست ديال فرنسا، شافوا كل شيء. ولكن ماتت فيزا صافي ما عندهم يقولوا لك، علاش الناس اللي كنت تثبت لهم فيزا كيدفعوا الوراق وديك الباسبور كيعطيهم الوراق، انت ماتت لك فيزا ما عندهم ما يقولوا لك. المهم ديك الترافاق هذول ديال اللي على حساب لاخونتا قالت لي انت ما جي توريست خصك تصرف على راسك وبزاف الحاجات خصك تعملهم ديال راسك. يعني هاد يعني انت تحتي بشي وحده شويه يعني بلا ما نقول انا في المباشر. فهمتك ولكن حاجه وحده رفضتها ليا، هي رفضتها ليا شنو كتقول كوميدور، البيكا ديال كوميدور لان انا بعيده شويه على المدرسه دراري، رفضتها ليا ودخلوا ليا شي ناس الله يجازيهم بخير السوسياليتي ديال المدرسه. وجبت لي ديك البيكا وطلباتني قالت لي انت كيفاش طلبتي هاد البيكا؟ قلت لها ما عرفتش، ما بغيتش نقول لها الحقيقه، ما بغيتش نقول لها الناس دخلوا طلبوا من بالياضوري دخلوا، فهمتي؟ بقات بحال هي اللي معكسه ليا، هي بوحديتها معكسه ليا الامور. هادشي اللي قلت لك دابا هي شوف هي ترابخت السوسيال في اي حومه، يعني نقولوا حنا بحال مقدم ديال الحومه، هي بالعكس هي كتشوف الحالة عائلية، ما كتشوفش الحالة اللي جيتي بها لهاد الأرض، كتشوف الحالة ديالك ما عندكش أوراق، خص تعاونك أنت والدراري، فهمتي؟ نورمالمون هما كيعاونوا بزاف على حساب الدراري، يعني ملي كيجي واحد كبير كيقولوا دبر راسو، ولكن هما يعاونوك بزاف منهم علاش أنت عندك دراري صغار، هذا هو القانون ديال هنايا،
ولكن ولكن انا من طلبت لديك بيكا ديال الكوميدور 300 الاورو جاتني على حساب ثلاثه الوليدات الصغارين، قالت لي لا انت مالي خاصك تخلصها داك الشغل ديالك، حنا بيدنا ملي كنمشيو لالمانيا ونمشيو هذيك كنصرفوا على راسنا. من شفت هيداك تعاطفت معايا السوسياليتي ديال المدرسه وطلبت لي الجمعيات تدخلوا في باليا دولي دوجيات سلامانكا، وصراحه قبلوا عليا في ظرف 15 يوم، وهي استدعاتي بقات بحال اللي كتعصب معايا كيفاش هادي كيفاش هادي. قلت لها بقات كتقول لها لوستيك هي اللي كترجم لي، كتقول لها ما عرفناش ما بغيناش وما عجباش الحال. ومهم عطاتني ديك الورقه سناتها ليا بزز منها باش انا ديت عدلت واحد البنكه وعاد عطاتها لي. دابا انا ملي مشيت نطلب الايوده ديال الماكله ديال الماكله هذيك بزز منها خصها تعطيها لك. علاش عندك الدراري غادي تقرا في كاريتاس نكروز الروخه غادي يعاونوك وهي خصها تعاونك. قالوا لي تعطينا هي تعطينا الموافقه. المهم اخي المهم هذه ما فيهاش يعني ما تقبلين كل شيء فحال يدي شابره الضد مع العرب يعني شوف خصك يا يعني نصيحه ديالي كيكونوا بحال هيدا بزاف، ولكن خصك يعني خصك دير كيفاش دير توصل ليها الرساله هذه المره. ولا والو راه عندك الحق يعني تتابع يعني بان الانسان هذه يعني راه كاينه واحد الطريقه كيديروها انا ما عرفتهاش باش تقدر تتابع ديك الترافقات السوسيال ديالك. يعني كاين عاود لي فوق منها عاوتاني اللي تقدر تتابعهم يعني كاين بلايص صراحه يعني ما نكذبش عليك. دابا انا قالوا لي الناس زعما اللي كبار انت هما كبار منا ولكن ما يمكنلهمش يدخلوا في هذا الموضوع هذا. قالوا لي غتكتبي رساله وغنصيفطوها للباليا دولي شنو كتقولوا لها اللي تابعه لهذه الجهه هذه يعني الكوميدا ديال يعني بحال نقول لك بحال نقول لك مثلا سراغوستا اراغون اللي محسوب على اراغون اللي محسوب على الجهه ديالكم في كاستيا ليون يعني في مدريد ساعه المكانه. وانا بغيت نسولك اخي عندك شي معلومه على حساب المنحه هاد القضيه ديال مدرسه الدراري؟ ما عنديش عليها شي معلومه، وكذلك حتى الترابخه ديال السوسيال ما عندي عليها شي معنى. المهم انا اللي نقدر نصحك عليها حاجه واحده هي انت راه عندك الحق تشد المعاونه، يعني كاينه كروز روخا كاينه كاريتاس وكاينه هي اللي خصها تعطيك موافقه. ولكن كروز الروخا كروز الروخا تقدر تعطيك المعاونه بلا ما تحسن يعني تحس تحتاج الترابخه ديال السوسيال بلا ما تحتاج زعما بلا. انا اللي كندوي معاك كنت في مدريد كنت يلاه كي مشيت للغربه انايا ما طلبت لي لا حتى حاجه، طلبت لها شهاده السكنه كنت كنجيب انا كل 15 يوم من عندها السخرة من كروز الروخا، وعندي فيديوهات في اليوتيوب هادشي كنقول لك ديال 2019. لا صراحة ديال الناس الكاريطاس ولا الرخا انا ندخل ولادي عندهم كيعملوا السوايع تعاطفوا معايا وعياو ما يصيفطوا لنا الميساجات كيصيفطوا لنا ليلى كيقولوا لها السيده راه عندها ربعه الهواول وجابت لينا الراجل ديالها شحال تيتخلص وكيصيفط لها فلوس من المغرب فلوس الكرا وفلوس الضو وفلوس الحاجه الاساسيه زعما نتعاونوا معاها. عيب ما توصلني الفلوس من المغرب شي كي كتعرف كيفاش الطريقه اللي غتوصلني انا الفلوس من المغرب صعوبه شي كيبقى لي غيصيفط لوالديه من هنا كيعطيهم ليا وراجلي عاد كيعطيهم ليهم تما. انا عطيتهم الحقيقه ماشي كذبت عليهم ولا وهي بحال اللي جبرات الضد قالت لي خصك تخسري على راسك وتصرفي على راسك هذا هو الاساس. انا بغيت غير نعرف واش كيشبروا الضد مع العرب. لا 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 غير بعض المرات يعني كيبقى العكوزات وصافي. صراحه انا اللي كنعرف يعني الترابخه ديال السوسيال كتعاون مع المواطن اللي كيجي عنده شهاده السكنه محسوبه على الكاي ديالها كتعاون معاه حيت هي ما كتخسر والو غير كتشوف الظروف ديالو كتعمل الوراق وكتصيفطهم. وعندك اخي شي فكره على حساب البنكه؟ تفتح البنكه هنا في اسبانيا؟ لا تقدر تفتح البنكه في حاله واحده هي الراجل ديالك خدام في المغرب فاش خدام؟ الراجل ديالي استاذ في المغرب. فالي ايوه غادي تمشي للبنكه غتمشي مثلا كايشا بانك ولا تمشي لواحد البنكه اخرى غتمشي عندهم. انا اللي خاصني نفتح ماشي راجلي. هو راني فاهمك راني عندي نشرح لك باش تفهم غادي حيت ما كتمشي عندهم كيقولوا لك انت ما خداماشي ما عندك ما دير الكوينتا. انت غتدي معك جوج ديال الورقات شهرين ولا ثلاث شهور الاخرانيه بان راجلك كيصيفط لك الفلوس وتقول لهم بان راجلي في المغرب كيصيفط لي باش نصرف هنايا. ولكن ما كيصيفطليش اخاي ديالي راجلي فلوس من المغرب لهنا بحال دابا شي بحال دابا انت غتعطيني الفلوس وراجلي غيعطيهم مثلا للعائله ديالك ولا الوالده ديالك ولا المدام فهمتي هكا راجلي كيعمل. الناس اللي كيكونوا كيصيفطوا للعائله ديالهم كيعطيوني مثلا عندك 500 الاورو ولا 600 وراجلي كيعطيهم للعائله ديالهم في المغرب كيتما بحال اللي باش توصل لك يعني صحيح انا فهمت باش لا حقاش ما عندهاش كيفاش تجيني ما عرفتش.
لا كاين باش تجي، كاين 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 كيفاش تقدر تجيب الفلوس من المغرب لهنايا، غير ديك ابليكاسيون، واحد ابليكاسيون كديرها في التليفون، هو في التليفون ديالو كيصيفطك منها ديريكتومون، كتمشي تهزو من تينا من كوريو. ولكن الا صيفط ليا في اسمي في الكوريو جات، قالوا لي غيزولوا لك البيكا ديال ديك 300 الاورو ديال كوميدور دلعواول. هذيك ولا جاتك في البنكه انت غادي تجيك في كوريو في جبده. هذه قالتها لي السيده زعما حتى هي تقدر 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 تكون ما تقدر تكون اللي غيزولوها لك، يقول لك انت عندك فلوس تقدر تكون تقدر. المهم انت يعني ما كيجيوكش السميه ديالك يعني باش تثبت بان انت عندك فكره. انا نفتح دابا البنكه، بغيت نفتحها على حساب على حساب المنحه. شحال واش كتجي كل شهر؟ كيصيفطوا كل شهر فلوس؟ شكون هما؟ على حسب المنحه اللي كتقول لنا كل شهر، واش يدخل لك شي حاجه هنايا في اسبان؟ عاد دابا طلبوني المدرسه للدري الكبير اللي كيقرا في الكواترو، قالوا لي غادي تجيك واحد المنحه ديال الدري، وقالوا لي ضروري خصك تعطينا الحساب ديال البنكه. بالي بالي كوريرو قال لك لا، الكوريروس لا. واخا انا نقول شنو غادي دير، غادي تمشي عند المدرسه تقول لهم عطيوني واحد الورقه بان انتم غاتصيفطوا لواحد البيكا باش الناس ديال البنكه، وهم يفتحوا لك واحد الكوينتا ديال البنكه خاصه بديك البيك صافي. وعندك شي معلومه على شي بنكه؟ اي بنكه غاتمشي عندهم، اي بنكه كتمشي كتوري ليها اسمعني، كتوري لهم واحد البيكه بان كتديو الباسبور وشهاده السكنه ديالك، كتقول لهم عندي هذا البيكه ولا هذه كيقراو كيبغيو يدوزوها ليا، ما عندوش فين يدوزوها ليا، كتعطيهم ديك الورقه وهما كيصاوبوها لك. واخا شكرا. عادي جدا، هذه زعما ماشي اول مره هذه تكون، هذه ديجا راه درناها مع الناس وداروها الناس عادي جدا. غير هي شكرا، كاين بزاف د البنكات تقدر تدخل عند هذه تقول لك ما نقدرش، تدخل عند هذه حداها يعني كاين بنكات موجودين، ولكن كنظن البنكه اللي تقدر تتعامل معك في الطريقه هذه بيبي بيبي شي حاجه ما عقلتش السميه ديالها، بيبي اول ما عقلتش شي حاجه هكذاك. كايشا ماشي كايشا بنك، نو وحده اخرى سميتها بيبي اول شي حاجه ما عقلتش على السميه ديالها بالضبط. المهم من بعد الاخوان غيكتبوها في الكومنتير، ولا من بعد ندير عليها شي فيديو، ولا اصلا كاينه عندي انايا. اللي عنده شي معلومه الله يجازيك بخير، اللي شي بنكه ما تقطع لي شي بزاف ما كتقطعش، ما تقطع لك والو، هذه كتكون شوف هاد البنكات حنا خدامين وعندنا زيرو ما كيقطعونا والو، البنكه كتقطع لك ملي كيكون عندك واحد المبلغ كبير كيدخل. واخا شكرا الله يجازيك، ما كاينش مشكل اختي، الله يسهل عليك خير ان شاء الله، ما كاينش مشكل. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بخير، سمحوا لينا تعطلنا مع الاخت، ولكن يعني كتشوف بعض الظروف صعيبه انتم راكم عارفين، هي هادي باز عليك خويا. بارطاجيو لينا اللايف الاخوان الله يجازيكم بالخير، اللايف يبارطاج الاخوان، الله يرحم الوالدين، وان شاء الله كل شيء يستافد وكل شيء توصلوا الفكره. السلام عليكم خويا هشام. وعليكم السلام خويا العزيز، مرحبا. لاباس بخير هانيا، الله يحفظك اخويا. غير نقول واحد الهضره الاخت اللي طلعت تحل الكويتا ديال البنكه. مرحبا خويا. انا كنت لقيت مشكل بزاف في كويتا ديال البنكه، ولكن ننصحها بواحد الحاجه، تمشي للطلبه خصوصيه، الطلبه خصوصيه تعطيها واحد الورقه تمشي لسانتاندير ولا ليوبيا ولا كايشا من حقها تحل كوينتا، ولكن تمشي للطلبه خصوصيه فين كاينه هي غير. ولكن شوف هي عندها واحد البيكا غتجيها ديريكتومون من المدرسه ديال الدراري، يعني هي واحد هذيك تشدها غير بديك الورقه تقدر تفتح كوينتا كما داروا الناس، غير الطريقه ديالك حتى هي صحيحه. انا عطات لي ورقه كانت لقيت مشكل، حليت كوينتا سدوها لي، حليت كوينتا سدوها لي، ولكن غير عطات لي طلبه خصوصيه واحد الورقه، راه تقريبا دابا شي 6 شهور انا حتى انا ما عنديش الاوراق، وعمرو ما تسدت لي كوينتا. مزيان، شمن الشركه فتحتي؟ سانتاندير. سانتاندير، الاخت معنا على المباشر، عندك جوج ديال الخيارات، واحد فيهم يحصل، اما اللي قلت لك انا او اللي قال لك الاخ، كتجي واحد الورقه من الطلبه خاصة. احسن باش ما يقطعوش لي الفلوس اخويا. ما كيقطعوش الفلوس ولا دارت ديال خارج الطرخيطه ديال سيفر ديال راسو راس ولا دير هادي ولا، ولكن الا مشات للطلبه خصوصيه كانت واحد الوقت كتحل بدون ما يخلص عليها. عندك الحق، كاينه واحد يعني واحد الطرخيطه، واخا ما عندش الانسان الوراق كيقول لك تخلص واحد 50 اورو في 3 شهور، 60 اورو ديال راسو راس ديال الحياه اي شي 23 اورو تقريبا، ولكن هذيك اغلبيه ديال البنكات ما كيطلبوهاش صراحه. هي ولا جيتي للقانون، القانون خصهم يتعاملوا على حسب المعامله ديال ديك الشخص اللي جيت عندك، انا عندي الاوراق ديال الترافاخو من حقك تطلب ليا، عندي الاوراق نو ترافاخو خصك ما تطلب لياش داك الشيء اللي غتطلب من هذاك اللي عنده ديال الترافاخو، ما عنديش الاوراق، عندي باسبور حتى انا مواطن خصك دير معايا الحال، يعني هذا كم قوانين بحال بحال اي بنكه بحال الطبيب دابا كتمشي الدواء واخا ما عندكش الاوراق. اي يعني الحمد لله الفكره وصلت ليها، ولا ما فهمتي شي حاجه قول ليها، راه بغيت نحل كوينتا عندي مشكل تعطي واحد الورقه وهذا دغيا. لا لا دغيا داكشي دغيا. البنكه اللي بغات هي هاد الثلاثه، بيوبيا ولا كايشا ولا سانتاندير. انا الاخرين ما يقبلوش ليها.
انا درتها هاد بيو بيو شي حاجه كتقولوا انا درتها انايا. انا هاد المرحله دزت ليها دزت بها دازوا بها الناس. انا باش حليت في سانتاندير كاين الاصدقاء ديال نفس الشيء. واحد الاخت كانت كتقرا معايا حلت في كايشه من هذيك الورقه. بعدك انا اللي قلت انا مشات لدات الورقه من طبقه سوسيال. واحد الاخ نفس الشيء حل في بيو بيا غير باسبور ولكن بلا ورقه. انا كيخلص شي تطور وشي حاجه ماشي شي خويا العزيز خويا هشام. انا عندي كانر ديال اليوتيوب قبل ما نجي للغربه كنتخلص منها ديال اليوتيوب. درت كوينتا ديال البنكا درتها في مدريد درتها غير الباسابورتي. ولكن شنو طلبوا مني ملي دخلت عندهم قالوا لي ما كاين لا ترافا ديال سوسيال حتى شهاده السكنه ما عنديش انا في مدريد. يعني توليدو ما عنديش في توليدو عندي في مدريد داخل ما عنديش في توليدو ما عنديش شهاده السكنه. يعني ما درت حتى شي في بلاصه. يعني ساعه ونص المكانه من اركوركور او موستوليس نتوليدو راكم عارفين. درت كوينتا تما دخلت جبرت واحد الموظفه واحد الموظف تما في واحد بويبلو قلت له بغيت ندير كوينتا. قالوا لي شهاده السكنه قلت له ما عنديش باسبور تيتولو. قالوا لي انت ما عندكش ورق قلت له ما عنديش. قالوا لي علاش مناش تحتاجها. صافي دخلت لهم القناه ديالي الادسنس اللي كان داخل منه في اليوتيوب وريت لهم قلت لهم انا عندي الفلوس مبروكين هنا ما نقدرش نخرجهم وانا ما عنديش الورق محتاج باش نعيش. فتحوا لي كوينتا البنكة حتى حد الان دابا محلوله. حتى فتحت كويتا البنك هنايا في سراغوسا عاد شدت هذيك. وبا يستافدوا معاك باسكو هما كيديو معاك الفلوس اللي كيدخلوا كيخدموا بهم. ولكن انايا ولكن غير باش نفهمك ما عمرك قطعت لي شي حاجه. وما غاتصر لك والو غير ما دوز المقدار ديال الفلوس بزاف وتفيهم. شحال راه دوز 300 400 ما كيقطعوش منا. هي راه 650 ولا 700 فوق عاد كيقطعوا لك 30 اورو واقيلا في شهرين ولا في 3 شهور. انا عمرو ما قطعوا لي شي ديال نقولك صراحه نجاوبي ولكن ما كنخطاش فيه. المهم الحمد لله يعني حنا كنقسموا الفكره ديالنا مع الناس اللي كيحبونا. وشكرا خويا هشام على الفكره ديالك. تحياتي خويا. بارك الله فيك. الله يحفظك اخويا هشام. شكرا. تحياتي. الله يرحمك والديك. كدير ما شاء الله. شكرا. تحياتي بزاف. الاخوان كما قلت لكم يعني فكره واصله والله يسهل على اي واحد. غنحاولوا حتى حنا يعني غنطرقوا بزاف ديال الحوايج. يعني الفكره اللي دارت لنا الاخت في الراس دابا هي غنحاولوا نطرقوا حتى بعض المشاكل بحال هاد المشاكل اللي تيحوا فيهم الناس. يعني ما نبقاوش نطرقوا على ريكو فورماسيون ريكو سوسيال ريكو لابورا. كاين الناس اللي عند اللي هضرنا على ريكو فورماسيون دابا الحمد لله عندهم واحد الخدمه حتى هما كيسولوا شنو خصهم يديروا شنو يعني المراحل اللي غيفوتوهم المراحل اللي ما يفوتوهمش. ان شاء الله نحاول نطرق بزاف ديال الحوايج. غير كنتمنى من الله الدعم ديالكم. الصراحه راه ما كاينش الدعم كل واقعي. راه ملي كنقول الدعم راه ما كنقولكش صيفط ليا لا حاشا ولله. كنقول لك كبس يعني تكي في البانطايا ودير حركه اكسبلور وشارك معنا في القناه باش يطلعوا الاخوان اللي مساكن ما كيعرفوش هاد القناه وما كيعرفوش بزاف المواضيع بحال الاخت 100% اول مره تطلع معنا مسكينه على بركه الله. شكرا 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 على الورود. تحياتي لكم الاخوان راكم عزاز على بركه الله الاخوان. البارطاج. السلام عليكم. شوفوا شكون معنا دابا الاخ ماش معنا هنايا على بركه الله. نشوفوا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير. العزيز علي الطنجاوي يبارطاجي اللايف دائما. اللايف كتوصلوا لنا 300 400 اليوم اللايف طايح بزاف حيت درته بكري الاخوان. السلام عليكم خويا. مرحبا. السلام خويا. انا طلعت معك مقبله عندي شويه كونيكسيون قليله. اه هذيك شاش طلعتك. مرحبا بك. الله يحفظك اخويا. تحياتي. يعطيك الصحة بارك الله فيك. سقسيت مقبلة على الكيت هذا قلت لك بلي راه مجاوبنا ديجا محامي تماك تاع الدولة هذاك ودرت الكورس وهذاك وعاود درك حكمت محامي برا. ولكن المحامي ديال برا واش فيرميتي له شي ورقة باش يعطيتيه وكالة ولا لا؟ سنيت له الوكالة. هو ديجا بعث للمحامي تاع الدولة هذاك وراه بعث لها الوراق تاع اللي تاع الكورس اللي داره هو. مزيان ملي درتي كونتاكت بيناتهم بجوج بلا اصلا بلا ما دير كونتاكت بيناتهم هو راه غادي يجبد اللي شاد لك التوثيق ديال هاد القضيه. هادي مزيانه علاش؟ باش انت ملي تجي تدفع الوراق ديالك ما يكونش عندك مشكل. المشكل هو انت غيعطيوك يعني سبورسيون تخرج وتسمح في كل شيء. هذاك غلط. لا ما سمع دروك اسكو دوك هذاك يقدر يتنحى ولا لا؟ لا هذا كلارو نحوس نعرف يقدر يتنحى لك ديال اسبانيا هنايا ولكن ديال الفوق ليه لا. لا خاطرش انا عطيني الكيت اللي عطوني لي عطيني تاع اوروبا كاع عطيني تاع داير لي شحال من الدوله الاوروبيه ما نقدرش ندخل ليها. ولكن نتايا اول بصمه اللي عطاوك هادشي بصمتي في فرنسا نو. شوف انا دخلت في 2020 بصمت عند البوليس كيحكموني في 2020 اها ومن بعد المره هذه راهم حكموني ثانيك على جال فيريفيكاسيون تاعك وغط زادوا بصموني ثانيك. مهم هنا في اسبانيا انت عندك مشكل تحيد ديال اسبانيا وما على بالكش ديال الفوق. علاش ملي غتحيد ديال اسبانيا ديال الفوق خصك ما تدخلش عندهم تيكون عندك الوراق.
صح معليش انا نحوس باك اسكو ياخذ لي يتنحى لي هنا تاع اسبانيا ولا لا؟ لا هو اخويا ولا كان المحامي زوين غادي يحيدو اخويا، علاش هما مسمينو؟ علاش هو كاين واحد القانون تقدر تحيدو؟ يعني واخا القاضي كيقول نو ولكن كتبقى في الاستئناف، يعني ما كتبقى يعني ما كتزوش 100% وما كتبقاش 100%، ماشي بحال اللي كتكون سامح فيها انت كتحكم لك. تبقى كل مره دير استئناف تاع الحكم. لا اللي كاين انت تجي تدفع الاوراق ديالك ما كتحكمش، وتقدر ولا كان المحامي بروفيسيونال بحال واحد الاخ زكريا برشلونه تحياتي ليه من هنايا خيستور، هذا راه كيزول المشكل في البلاصه، في بلاصه كيدفع لك الدوسي ديالك كيحيد لك المشكل ديالك وكيجيب لك الورقه محيد كلشي. انا داير محاميه في 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 مرسيا نو باس انا نعاود ندير هذا راك تقول لي انت. شوف حتى ولا ما قدرولكش الغرض هادو انا غنصيفطك الطريق الصحيح اخويا، وكان كنهضر معك وكنتحمل المسؤوليه. فالي الله يسهل عليك، تحياتي. صح سؤال برك واحد برك وسمح لي. مرحبا ماشي مشكل. لو كان دروك نقولوا مثال دوك عطيتني هي ديك الورقه تاع باللي راني دافع دوسي عندها وهذيك تقدر تدور بها نقولوا مثال يحكموا كل توريها لهم. دابا انت كدور هنا في اسبانيا عندك واحد الورقه بان داير لك لو كورسونو فوالا مزيان خليها عندك وما تمشيش غير بلايص المشاكل. شوف ما تمشيش غير بلايص المشاكل وما تخرجش بالليل وما تمشيش بلايص مشابهه فوالي، بعد على الخينتي بعد على بنادم خليك ترانكيل. ولو كان دروك نقولوا مثلا نجي داخل فرنسا عاد يحكموني ويعاود. واخويا اش داك لفرنسا انت يا خويا؟ انت راك في اسبانيا دابا نو؟ انا في اسبانيا. انا ما غاديش نقول لك تقدر تدوز، نو خليك في اسبانيا خويا الله يرحم والديك. انا كنصحك خويا وعزيز عليا. علاش؟ شكرا. حيت فوقي دابا ولا حكموك. صح الله يحفظك. صبر حتى ولا خرجوك الامبيو ديالك بغيتي تغامر غامر. مرحبا. شكرا بارك الله. تحياتي ما كاينش مشكل. مرحبا. الله يحفظك. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف والله يسهل على اي واحد، وانا كنبغي ننصح الانسان في داكشي اللي كنقدر نعرف، ودائما كنبعدوا حاجه للمشابهه. تعطالك الطرد هنايا وخصك تحيدو عندك المشاكل كتحيدو، يعني النيه ديالك باغي تحيد المشكل، حاول ما تطلعش السفر خليك في بلاصتك وما تخلطش بزاف. هذه رساله لاي واحد من اللي كنصحك راك عزيز عليا، اي واحد كيسمعني انا كنصحك يعني نصيحه لله، يعني ما نقدرش نكذب عليك ولا شي حاجه، حيت ولا تعطاك سبولسيون في اسبانيا وعطاك ديال الاتحاد الاوروبي وسافر سي طلعتي فوقي يقدر يحكمك. حق ولا جلستي هنايا وحيدتي المشكل ديالك نو باس انا على بركه الله. شكرا الله يحفظك خويا العزيز الله ينورك. يلا الاخوان اللي باغي يطلع معنا يتكيف بانتايا. اهلا خويا العزيز السلام عليكم. مرحبا. كيف راك مزيان هاني؟ والله الله يحفظك اخويا الله الحمد لله. الحمد لله المرضي ديالي. كنت نسقسيك على واحد الحاجه. مرحبا ماشي مشكل. كنت نسقسيك على حسب داك التعامل اللي كيقولوا ولا الرينتا على بالك عام وباقي ما جبرتهاش، شنو المشكل اللي داير؟ واش ما عرفش كيفاش ما فهمتش الرينتا؟ دفعتي الرينتا كان عندها واحد الوقت اللي كتدفع بها؟ لا يعني دابا عام تيمبو عام باش تدفع ليا. كيفاش؟ عام وانا تدفع ليا وباقا ما خرجت. شكون دفع لك؟ نعم هي كتبقى في الاخر العام خصهم يصيفطوها لك. عند من دفعتي الدوسي؟ الدوسي دفعت عن طرف اخر سوسيال. علاش الرينتا كتدفع عن طرف اخر سوسيال؟ جمعت من عندها الاوراق. جمعت من عندها الاوراق، ولكن عند من دفعتي الدوسي؟ يعني شكون دفع لك الدوسي في السيستم؟ سيستم محاميه. مزيان. صيفطت لك شي ورقه؟ جبت الورقه من عند عطيتيهم كوينتات البنكه صحيحه؟ عطيت لهم كل شيء مسائل كامله، خرجت الورقات مع البنكو مشيت عاود عطيتهم طرابقه سوسيال مديت عليهم، عطيتهم طرابقه سوسيال نوميرو ديال الكوينتا. كاين اللي كيتعط، شوف كاين اللي كيصيفطها له على غدا ديالها وكاين اللي كيتعطلوا عليه 6 شهور. دابا انت قلتي عليه نعم. لا عام ضربت عام وشي شهر وباقي ما كاين والو. يعني بحال والو صيفطوا لك شي ميساج كتراقب يعني هما راه جاوبوك؟ غتعيط للمحاميه اللي دفعت لك الدوسي قول لها شني صيفطوا ليا، ما يمكنش يتعطلوا عليك هاد الساعات. يقدر يكون هذاك اللي خدمتي معاه ما مديكلاريش بالرينتا ما دخلوا لك والو، او لا المهم شي حاجه تما خصك تشوفها. شكرا الله يحفظك. واش فهمتي؟ حيت انا كنمشي مع الطرابه خاصه كنقول لها زعما في وصلت وداك الشيء قالت لي انا بيدي ما عرفهاش. ما تبعت شوف غادي شكون خصو يعرف؟ اللي غيعرف هو اللي دافع لك الدوسي في السيستم يدخل بحال اللي دافع الوراق، غتدخل تشوف واش مازال تراميتي واش جاوبوك تما شنو قالوا لك.
يعني عند التراميزي كيما الوراقية كلارو كيكون عنده اي ايو ده كيكون عنده بحال دابا ميني موبيتال عنده التراميزي ديالو بحال هذيك مثلا اي حاجه اي حاجه الله يحفظك شكرا واش فهمتي؟ نعم اي حاجه عندها التراميزي ديال اخويا يعني خصك ضروري تسول هذيك اللي يدفع لك الدوسي فالي المحاميه يعني خصها تعطيني داك كلا وهذيك الورقه اللي عاد ديالك المحاميه ولا قريتيها غتجبر كيفاش تدخل انت تشوف التراميزي ديالك هاد الوراق ديالي كاملين عندها لا الورقه اللي عطاتك المحاميه بان دفعت لك الدوسي اه هذيك الورقه تقلب فيها تجبر فيها كيفاش تدخل تشوف التراميزي ديالك يعني كيجي فيها شي نمره سي تقلب عليها وتقلب تما في ديك الورقه وتشوف نعم انت ما عرفش عليها سولت قلت زعما كي شوف اجي صيفط ليه في بريفادور وتما نكملوا الهضره صافي صافي انا انت دير هادشي اللي قلت لك ومن بعد ان شاء الله نشوفوا الحاج شنو غنديروا انا نوريك كيفاش الطريقه شكرا تحياتي مرحبا انا صدقت ميساج مرحبا مرحبا شكرا لك تحياتي يلا الاخوان ديالي بارطاجيو لينا اللايف الاخوان البارطاج ما كاينش واش بغيتوني نهبط اللايف نقطع اللايف قولوها ليا والله العادي اللايف كاين معايا 100 ديال الاخوان وتا واحد ما كيسكيب بانطايا اللي كيتسكي راه كنشوفو بلا ما نقولو سميتو مالي الله يجازيكم بالخير تسكيو في البانطايا وحركه الاكسبلور وكل شيء تسكيو في البانطايا باش اللايف يتقعد يلا الله يحفظكم على بركه الله الاخوان ولا ما كانش هيدا راه غنحبس اللايف بالي ولا ما كانش الدعم اللايف غيتحبس علاش يعني ماشي حنا يعني كنعطيو المواضيع ولكن انتم ما كتعاونوناش يعني اللايف ديالنا حابس يعني في 100 ديال الناس يعني نورمالمون كيكونوا 200 300 400 السلام عليكم يلا الاخوان هاد الاخ هذا راه كيصيفط لينا وكيهبط يعني ما كاينش معنا اللي كيصيفط كيهبط غادي يهبط وصافي السلام عليكم وعليكم السلام اخي مرحبا اختي خويا انا ترحب بك جينا خويا شكرا درت الورق ديال غيغون فورماسيون ياك وكنخلص يغلو من جيبي وانا جالسه وصافي باش نكون في ارطا دابا هاد السيد هذا اللي عمل لي هاد الارطا هادي قال لي خاصك ديري باخا بغيت نسولك اخويا واش الا درت مالادي واش غادي نضرر اختك ما كتفهم والو في القانون اختي اول حاجه اش من مدينه انتينا تاراغونا درتي الوراق ديال رايكو فورماسيون وبدلتيهم ديال الخدمه ولا لا برافو عطا لي الكونترا بسم الله شحال انت معاه دابا درتي بصمات درتي كلشي درت كلشي وراق عندي دوسانيوس ترافا شحال انت دابا باش عطاوك فابورابلي لا بيضا لا بورار ملي كنطلع عليها دابا غدا 3 شهور وانا في الطا واخا تقوس 15 يوم وتمشي بحالك ما كاينش مشكل هي احسن يدير لك هو باخ يدير لك سبيديدو ما ديرش انتينا هو يديرها لك هو قال لي عمليها انتيا المهم هو يصيفطك ما تمشيش انتينا باش انت تقدر تمشي لبارو تمشي لاي بلاصه انت باقي ما وصلتش قانون البارو المهم كي تما هو اللي محبسك من الخدمه ما عندوش خدمه بزاف ولا ما عندوش باش يخلص خدامه المهم ما يديرلكش باخا فولونتاري فالي ما يمشيش للطبيب اخويا ما نديرش داكشي اللي قال لي ما دير حتى حاجه ياك قول له بغيتيني شي قول له انا راه بصحتي ما تخلى تردني انا مريض قول له ما بغيتيش نخدم دير لي سبيدي يا ستا باخا فولونتاري ما ديرهاش سير اخويا الله فيما تحط يدك ما خير الله يرحمك الوالدين ومن ناحيه راه هو خا تخدم معاه 15 يوم وتمشي بحالك ديرها لراسك ما غضركش دابا خصك تخدم 9 شهور باش تبدل الوراق ما كاينش اللي يهضر معاك غير هو ولا دار لك سبيديدو تخدم غير 6 شهور تقدر تبدل الوراق دابا تجي منه ما ندير والو خليه هو تجي منه يعني انت بغيتي تخرج صافي دير شغلك يعني ديك 100% اللي كنتي كتخدم رد 40% غير بشويه عليك تيقول لك هو سير الله يعني. قالوا لي الناس غادي يضر هو الا خرجت انت دابا ما غادي يضر لا والو انا درت الوراق وبدلتهم يلا 15 يوم انا مع دابا عندي الحق نمشي بحالي نبدا خدمه اخرى هذيك راه سميتها كونتراتو انديفينيدو يقدر يحبسك هو في اي لحظه نقدر نحبس انا في اي لحظه هذا لي كونتراتو انديفينيدو دار فيها بروفا 3 شهور ماكسيموم ما كاينش مشكل البروفا ديال 3 شهور ماشي يعني خصك تبقى 3 شهور عايز تمشي بحالك البروفا ديال 3 شهور يعني يحبسك في اي نهار ديك 3 شهور بالي خويا شكرا ما كاينش مشكل يعني انت دابا ورقك في جيبك ما كاينش حاجه اللي غضرك غير هي القضيه اللي قلت لك انا القضيه اللي قلت لك انا مزيانه ليك العام ما تخدمش بزاف باش تبدل الوراق صافي الا كيسمعني يسمعني شي واحد هنايا مزيان نلقى شي خدمه اخرى احسن لا انا هذه نصيحه راه مني انا اللي كندوي معكم دابا وهاد القناه راه قناتكم انا بيدي داير تجربه دريكو فورماسيون وراني جديد ديال الخدمه وانا كنصحكم ما تبقاوش تخدموا مع يعني ما تكملوش الخدمه مع هذاك اللي عطيكم الكونترا حيت دائما تبقاو بلا ما نهضر بحال ما راجع والو من هادشي هذا ما بحال اللي كنبيطاني في بلاصتي ما دار حتى شي فايده في حياتي غير النصيحه ديالي انا جبرتي خدمه اخرى مشي من الطا لالطا يعني ماشي كنقول لك ما تخرجش راسك يعني تقدر تخرج راسك دابا ما عندكش مشكل انا كنهضر معاك نقدر انا شهر ما نوصلش في هاد الخدمه نمشي لبلاصه اخرى حيت انا عندي بزاف الميادين شي بحال مثلا نمشي نحل الطا لبلاصه اخرى
ما كاينش مشكل اوتوماتيك غيخرجوني مخدم هو غادي لا هو انت ما تحبش يعني ولا بغيتي تجي من عنده حسن يعني ولا قادره تصبر واحد السيمانه دير فعايل راسك ما خدامه جي طيح من الكراد الخدمه يا اسطى مثلا غدا شي راسك يضرك راسك شي حاجه مشي للطبيب ديالك خرج واحد الشهاده الطبي انا مريضه واحد يومين ثلاث ايام عاوزاني غا ما تشدشي حتى 15 يوم يعني عمر راسك حالي عيانه ما تقدرش تخدم كتعطيك واحد الشهاده يعني بان راه ما تقدرش تخدم تعطيك يومين تقول لك رجعنا عندي كتصيفطها له هانت هي مريحه يعني هذيك تطلع له مزيان هو اللي يدير لك سبيليد هو يدير لك باه ولا مشى دار لك بان انت تمشي بحالك ما قدرش يديرها لك حيت انت عندك الشهاده ديال الطبيب شكرا غير جوج الحوايج قبل ما تهبط راه واخا تمشي لراسك ما ضرك حتى حاجه غير هو باش تعرف شنو باغي تنقصد لك انت وراقك عندك دابا انت الدوله فوقاش غتحاسب معاك هي من هنايا باش تبدل الاوراق د عامين ثانيين ولا ان شاء الله غادي يعطيونا ديال 5 سنين على حسب اللي غادي نطبقوا هاد الايامات خصك تكون خدمتي 9 شهور ونهار ولا انت اللي سمحتي في الخدمه باش تبدل الاوراق د عامين يعني ماشي 9 شهور ونهار مجبده ملصقه يعني في ديك عامين ولا دار لك سبيديدو هو سبيديدو بحبسك هو حاجه وحده اللي تقدر ما تضرش فيها ولا دار لك هو سبيديدو وخدمتي 6 شهور وكتفيرمي في ليني ما لقيتيش الخدمه تكمل عامين وتبدل الوراق الخدمه ما كاينش مشكل ولا نتيا خرجتي دابا حتى هذه ما تخدمش فيها 9 شهور عاوتاني خصك تخدم شي خدمه اخرى اللي تخدم معها واحد 4 شهور ولا 5 شهور وديك الخدمه ديال سبيديدو تبقى تفيرمي غير في ليني ديك الساعه تقدر تبدل الوراق ديال الخدمه يعني ماشي كنقول لك انا ولا خرجتي دابا خصك تخدم 9 شهور ولا خرجتي راسك لا الخدمه الاخرانيه اللي غتخدم خص الشركة دير اكسبيديدو باش تبقى تفيرمي في الليل فهمتيني دابا؟ واخا خويا شكرا الله ما كاينش مشكل اختي الله يسهل عليك مرحبا وواحد القضية الإخوان كتسمعوني ياك واحد القضية والله إلا أنا كنقولها وكنتحمل المسؤولية فالي كاين بعض الناس حنا كنحسبوهم زعما السماسيرة يعني مباشرة كيقول لك بأن دار لك واحد الكونترا خصك تخدم معاه على اقل 6 شهور ولا 3 شهور عطيني شي قانون كيقول لك كاينه شي كونطرا ديال 6 شهور فيخو عطيني فيخو عطيني شي كونطراتو فيخو كونطراتو انديفينيدو كتكون فيها البروفا ديال يعني ديال شهرين وديال 3 شهور واش اتفقنا هاد كونطراتو اللي كتكون فيها شهرين ولا 3 شهور كاين اللي كتكون فيها شهر ما كيعنيش خصك تكمل مع 3 شهور غادي يحبسك يعني 3 شهور هذا نقدر نحبسو في سيمانه في نهار في 3 ايام وكذلك انت ولا انت تقدر تحبس ماشي مشكل الدوله عطاتك الوراق تخدم عطاتك اوتيليزاسيون ترا واخا ولكن الضغط شو يديرها لك هو في الاول عاد تقدر تبدل خدمه اخرى على بركه الله غادي نشوفوا دابا شكون معنا يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير اللايف بارطاج الاخوان العزيز علي الطنجاوي بارطاجي اللايف واللي ما مشاركش يشارك وانا كنحاول نوصل لكم في الفكره وفقط في داكشي اللي كنعرف السلام عليكم وعليكم السلام الله يحفظك اخويا العزيز مرحبا بك اخويا عطينا المدينه وعندك الحق جوج الاسئله وعلي شويه صوتك عارف كنسمعك شويه صوت ناقص مرحبا من مدريد قريب نسالي ان شاء الله عامين في الاخر ديال شهر رمضان ان شاء الله داك القانون ديال عامين ان شاء الله اخويا مرحبا بغيت نسولك دابا واش المدرسه كتقرا اونلاين الا بغيتي تقرا اونلاين واش كاينه ولا ما كايناش فلا غوبره اللي كتدير كاينه تقرا اونلاين ولكن ما غاديش دير فيها الوراق في الاخر غادي يحيدوا لك الوراق ما تقراش اونلاين اخويا حيت ما كاينش قرايه ديال اونلاين في حاله واحده كما داروا في اخر قانون ولا كرسو عندك فيه 300 ساعه تقدر المدرسه يعني تفرض عليك تقرا 21 ساعه اونلاين ولكن باش تقرا كرسو اونلاين كامل لا ما غاديش يقبلوه لك كما داروا بزاف ديال الدراري وطاحوا في مشكل اول حاجه اخويا انت باقي ما دفعتيش ياك انا نرخص لك ريغو فورماسيون ماشي مشكل انا نرخصو لك ريغو فورماسيون ملي كيجاوبوك فافورابلي كتقرا كورسو وهذيك الكورسو اللي كتقرا عليه خصك تجيب واحد فاميليا ديك الكورسو او لا نفس الميدان خليني نكمل لك انا نشرح لك انا فهمتك انا نكمل لك وانت غتفهمني وراني فاهمك شو غتقول لي حيت هذيك الشيء عيشو اخويا داكشي علاش فهمتك بلا ما تكمل ملي كيعطيك رايكو فورماسيون فافورابل كتقرا كورسو ديال البني
وكيعطيك صاحبك كونتراتو ديال بينتورا، هو عنده بينتور يقدر يدوز بصمتي. من بعد ما عطاوك فابور على الاوراق عامين عندك الحق اخويا، ملي تبصم 15 يوم شهر تمشي بحالك، حيت انت عندك كونتراتو انديفينيدو يقدر يحبسك هو، تقدر تحبس انت، تقدر توصل راس الشهر تقول له خلصني ما عجبتكش شنو مينا، تقول له اسمح لي انا ما عجبتكش شنو مينا خصك تزيدني، ولا غادي نوصلوا انا وياك فيما بغيتي. ديك الساعه واش شنو كيدير؟ كيدير لك سبيديدو، كيزيد لك ملك من النومينا ديالك، يعني جات من عنده الله يعاون. واخا ديك الساعه واخا نمشي نخدم على الجزاره ولا ديك، مشي فيما بغيتي اخويا، اللي كندوي معاك انا عندي 15 يوم دابا باش جاوبوني على عينيه، راه عندي الحق نمشي نخدم اخر. انا كنتبعك اخويا، كنقسم معاك التجربه ديالي باش ما تقولش غير كيخربق كاع. شوف اسمح لي نقطعك، راه من شهر 6 من شهر 6 2023 وانا كنقسم معكم التجربه ديالي بطريقه غير مباشره، وحتى واحد يعني كلشي كذبني، وانا دابا كنقسمها معكم وراكم عارفين عندك الحق تمشي بحالك. سالات الهضره، وملي كنقول لك عندك الحق تمشي بحالك ما كنقولكش عندك الحق تمشي بحالك دير باخا وتهبط للمغرب ولا طلع لي بروكسل تخدم، تولي الطا هنايا تكوتيزي واحد العام ولا 8 شهور 7 شهور، ولا بغيتي تمشي تشوف العائله تمشي تشوف العائله خويا الله يسهل. فيها تقريبا دابا لاغوبرا شحال فيها تقريبا ديال القرايه؟ ما نقدرش نكذب عليك اخويا، تحياتي ما نقدرش نكذب عليك، حيت كلها وكرسو كي داير. يا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، يعني كما قلت لكم ما غنفوتش جوج ديال الاسئله، ماشي ثلاثه جوج ديال الاسئله فالي، بارطاجيو اللايف. والاخ ديالنا اللي هبط دابا ان شاء الله حنا معاه حتى يدفع ويجاوبو ويدفع العامين ان شاء الله، كلشي ان شاء الله كيمشي غير غير ان شاء الله كيمشي ديك الشيء بالصبر. السلام عليكم فيصل، مرحبا خويا. السلام عليكم بارطاجيو، يعني بخير. الله يحفظك خويا فيصل، مرحبا. الله يحفظك، الله يسهل على الجميع. امين اخويا العزيز، والله العظيم شوف ملي كنسمع شي واحد مسكين كيقول لي عاد غندفع في رايكو فورماسيون، كيفكرني في ديك الشيء اللي دوزتو، وكان يعني كان يعني كنحس راسي بحالي انا كنهضر معاه، يعني انا فاهمه. الله يحفظك. مرحبا. بغيت نسول واخا الله يحفظك، درت لي الشهاده السكنه باخا 25 يوم ودرت لي بروفا. شمن بروفا عندك؟ صوبتها ماشي مشكلات. شمن بروفا عندك؟ طيب الدولة ماشي الفلوس. كلارو الدولة، الدولة سيدي الفلوس لا. لا لا الدولة. عندك تريس ميسيس خصك تحضر شهادة السكنة فالي. فالي انا غادي باخا 25 يوم وصوبتها فهمتي، ماشي مشكل واخا تبقى 3 شهور، المهم ديك 3 شهور هذيك تكون عندك فيها واحد بروبا ديال الدولة ديالهم. كنت اخويا اخويا الله يسهل عليك، تحياتي ديال الاخوان. بارطاجيو لينا اللايف وكلشي يستافد الاخوان، دائما ملي كنقول كلشي يستافد ان شاء الله باذن الله كلشي يستافد، ولكن علاش ما كتسكيوش بانطاي؟ هذا مشكل، علاش ما كتسكيوش بانطاي؟ يعني حنا كنتفاعلوا معكم ويعني كندير اللايف، يعني كنبغي نطلع الاخوان نديروا الدردشه مع بعضياتنا، يعني بحال هذه القناه هذه راه ماشي ديالي انا، قناتنا كلنا كاملين كنستافدوا منها، كاملين كنستافدوا من هذه القناه هذه، غير علاش يعني ما كيكونش واحد الدعم ديال البارطاج باش توصل الرساله لجميع الناس اللي ما كيعرفوش القناه. يعني علاش زعما 33000 لو كان شي واحد يعني ولا شي وحده كتشطح في اللايف يوصل مليون هنايا ديال القلب. طنجاوينو كتشوف مسكين كامل مزغب طلع له 33 تما 33000 قلب، علاش؟ هذه اللي بغيت نفهم. وكذلك حركه اكسبلور كاينه 40 ومعايا 150 عائله، يعني ما تخسروا والو الاخوان، الله يجازيكم بالخير. سكيو في بانطايا والله الا فقط كديروا الاجار توصل رساله للاخوان، يعني ماشي غير انا اللي كنجاوب، راه حتى نتوما في الكومنتات كتجاوبوا على الاسئله، يعني حتى نتوما راه عندكم الحريه باش تجاوبوا على اي واحد طلعوا يقول شي حاجه تقدر تجاوبوا. فالي الاخوان ديالي على بركه الله الاخوان، ما تنساوش تبارطاجيونا فالي على بركه الله، واللي كيتسكيف بانطايا واللي كيدعم القناه راه كيطلع هو الاول في اللائحه. يا الاخوان الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو لينا اللايف. الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بالخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا العزيز، مرحبا بك خويا. مساء النور، كيف حالك؟ لاباس عليك؟ والله الحمد لله يا اخي، انت كيف حالك لاباس؟ الحمد لله بخير سيدي، الحمد لله الحمد لله. عندي واحد السؤال يا اخي اللي نسولك عنه، اذا كان يعني تفيدنا الله يعمل مولانا يفيدنا ويفيدنا ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك خويا العزيز، خذ. انا خويا باغي ندفع الجنسيه وعندي اكثر من 10 سنوات، ولكن ما 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 ماني قاري.
مرحبا، فهمتك. ما اقرا ما نكتب. فهمتك خويا، مرحبا. اول حاجه خويا كتجيب ثلاثه ديال الناس تكون عندهم جنسيه الاسبانيه، كتدفع عليهم باش يديروا لك العفو، يعفيو لك، ما تقراش يعني انت ما قاريش باش كيعطيك واحد العفو، ما تقولش بزاف ديال الامتحانات. صافي، رفضوها لي هذيك، ما قبل ما قبل ما بقاتش. لا باقا خويا، شنو ندير انت؟ انا عايد في الباسك في سان سيباستيان. هو او لا لا ما بقاش هذاك ديال 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 النوتاريو ديال جوج شهود. ثلاثه شهود اخويا كيطلبوا في سراغوسا، هذيك عندكم تما باقي ما عرفتهاش انا، هذه ولا كانت جديده سيباستيان ولا دخلوها جديد؟ كانت تما ديال جوج شهود، كانت هنا جوج شهود، ولكن هاد العام عيدوها. لا هنا في سراغوسا ثلاثه خص تكون عندهم جنسيه، ثلاثه فهنا غير جوج، ولكن حيدوها هاد القانون وقفوه. واخا ماشي مشكل، راه يكون خير ان شاء الله. انا غادي نشوف لك شنو كاين بالضبط وثق فيا، غنطلع لكم اللايف ديال غدا ان شاء الله نقول لك اللي كاين. اول حاجه هادشي اللي قلتي لي انت انا اول مره نسمعو، ماشي بزاف يلا الناس دفعوا الجنسيه. انا قالوا لي جيب شهاده مدرسيه عندنا قاري عام، وجبت شهاده مدرسيه من المغرب عني قريت فيها عام، وما عرفت واش تفيدني ولا ما تفيدني. يعني انت ما عطيتيهمش الشهاده المدرسيه في الاول؟ لا في الاول انا ما في الاول ما عطيتهم شهاده مدرسيه. وشكون اللي كيثبت لك بان انت ما قاريش واخا كدي الشهود؟ شوف انا نفهمك، الدنيا هانيه، شوف عادي جدا، اجيب شهاده مدرسيه وجوج شهود ولا ثلاثه، المهم جوج شهود كما قلت انت، وغتطلب ليهم عاد دير عاد لي كورسو، يعني غتطلب ليهم طلب. صافي، حيت انت راه ما يمكنلكش تطلب طلب بان ما قاريش وما عندكش الشهاده المدرسيه. فهمتيني؟ هذه الخطوه هذه، وان شاء الله يكون خير. صافي خويا العزيز، ان شاء الله الله يحفظك. الله يحفظك، الله يسهل عليك، تحياتي. شكرا جزيلا. مرحبا. الاخوان بارطاجيونا اللايف، الله يجازيكم بالخير. مرحبا، وسمحوا لينا. مرحبا بكم، نشربوا شويه. بسم الله. حقكم في الجنة الإخوان، الله أكبر على الحق. السلام أخي، عليكم السلام، مرحبا. غنشوفو شكون كيتفاعل معنا، غادي يطلع. شوف الإخوة والله العظيم اللي كيتفاعل معنا هو اللي كيطلع الأولاني، علاش كيطلع؟ هو مقترح، هو الأولاني. هاد الطريقة دارتها في تيك توك واعرة. السلام عليكم. السلام عليكم، خير تجاوب كيداك؟ الله يحفظك أخويا العزيز، مرحبا. بصحتك العافيه. الله يعطيك العافيه. مرحبا فارس. الله يرحم والديك. انا ديجا طلعت معاك وانا سقسيتك، غير هي واحد القضيه، عندي واحد المشكل ديال الطاسه، انا وراه باقي السيد مخلص. علاش؟ انا دافع عليها 22 في شهر 11، وديك الطاسه ديال 38 اورو راه باقي ما مخلصاش عندي، واش هانيه واش لا؟ شنو المدينه؟ في مرسيا. كيتعطلوا سي، ولكن 22 11 شهر و 16 يوم، 3 شهور 4 شهور تقريبا. نو بحال هكا كان. لا غير زعما ديك الطاسه، واش انها تبقى حتى تطلع لك فابو ربيعه تخلصها، ولا قبل يعني تخلصها ماشي مشكل؟ الطاسه ملي كتمشي تستران خيريه كتخلصها هذيك الساعه، الطاسه ما كتبقاش كيعطيوك فابو ربيعه، الطاسه كتخلص قبل فابو ربيعه. يعني انت ملي كتصيفط الوراق للمحامي، المحامي كيصيفطهم ستران خيريه، كيشدوا الفيله حيت كيكونوا ناس بزاف قبل منك، حتى كتوصل عندهم يشوفوا الدوسي ديالك، عاد كيسيفطوك تخلص الطاسه. يعني شنو دابا؟ يعني خصو يتخلص ولا ما تخلص؟ ماشي مشكل. دابا خصك المحامي اللي يدفع لك قول له واش سيفطوك تخلص الطاسه، ولا قال لك باقي خصك تستنى. هي شوف يعني الاغلبيه تيقول لك يعني عندك مثلا كما قلتي انت، يعني غير كتبوز يعني المسائل ديالك وكذا، هذه يعني ماشي بزاف كيسيفطوك تخلص. كاين اللي كيتهم كيخليها تيقول لك تهطل عليك فابو ربيع الله، غيكون شي حاجه ناقصه في الدوسي مثلا او شي حاجه. ما عمره ما طلع لك فابو ربيع في اي قانون ديال الهجره، ما عمره يعطيوك فابو ربيع ولا ما خلصتيش الطاسه. لا ما خلصتيش الموظف قول لي. شوف غانت الباسبور ولا ما خلصتيش المغرب ريسيفو، يعني تخلصتي هذيك ديال الباسبور في الاول 50 ولا 40 اورو، والله ما زدتيه، فهمت؟ انا نعطيك واحد الطريقه وغادي نفهمك بواحد الطريقه، نهضر معك يعني الدارجه ديالنا باش نفهم. ملي كتدفع سترانخيريه ديريكت انت شخصيا، هذاك الموظف كيشوف الدوسي ديالك، كتكون شاد السيتا كيشوف الدوسي ديالك كلشي صحيح، كيعطيك تخلص الطاسه 38 اورو الله يعاون، صافي.
وملي كتعطي للمحامي يدفع لك ما كيمشيش للسترانجيريه، كيدفع لك الباخينه ديالو السيستيم ديالو اللي كيخدم مع السترانجيريه. هذيك السيستيم اللي عنده عند كاع المحامين ديك المدينه هذيك، يعني يقدر يكون دافع هو 100 وهذيك 200 300، يعني انت غتبقى شاد الفيلا هذا مور هذا حتى كيوصل الدوسي ديالك عند الموظف كيحلو كيشوف الوراق كامل صحاح، عاد كتجيك واحد الورقه تخلص الطاسه. وكاينه طريقه اخرى اللي كنخدم بها انايا مع الناس اللي كنعاونهم، انا ماشي خيستور ماشي محامي، انا فقط مهاجم باش ما يجيش بنادم يصور بانتايا ماشي نقول لك كنخلصو ديريكت الطاسه كنصيفطها له. ملي كتوصل لموعد الطاسه كيصيفطوا لي هذيك الورقه بان خصني نخلص الطاسه، كنعاود نسكانيها ونردها لهم بان خلصها، واخا هما كتطلع لهم راه ما غاديش يهزوها حيت القانون هي خصها تجيك ديك الورقه. فهمنا؟ يعني انت عندك جوج ديال الخطوات، انما تمشي تخلص الطاسه ديال الريغو فورماسيون وتصيفطها للمحامي تقول له صيفط استرانخيريا ديريكت، وانما تستنى تيصيفطوها لك. هذا هو الحل، هما غادي يصيفطوها لك ولا كانت ناقصه لك الطاسه غادي يصيفطوها لك المحامي ديالك كيصيفطها لك تخلصها وتصيفطها لهم. يعني بالنسبه لي انايا اكد على المحامي واش وصلتو شي ورقه ولا لا. مازال كتطلع لك تراميتينو؟ باقا طلع ما كاينش مشكل حيت كيتعطلوا شويه تما سبحان الله ديك البلاصه كيتعطلوا، وهذيك هي البلاصه اللي دات الشهره كيقولوا بان ملي كيمشيو الناس يبدلوا الوراق ديال ريغو فورماسيون في مورسيا ولا في الميريا وكيكونوا ماتوا ليهم ما كيبغيوش يبدلوا ليهم، هذيك البلاصه سبحان الله دات الصوره خايبه. ايوا الله يدير الشوط الخير خير ان شاء الله. انت ملي تشد فابوره بلي ديالك شوف ملي تشد فابوره بلي ديالك ما عجبتكش شي البلاصه بدل مدينه اخرى وقرا فيها ودير فيها الوراق. الله يسهل عليك. لا بامكاني دابا مثلا الى خرجت لي وبغيت نبدل نمشي نقرا في مدريد مثلا او هادي نمشي تمشي تقرا ولا درتي شهاده السكنه تما تما ولا بغيتي تقرا ديال الفلوس بلا شهاده السكنه. نعم مع تعرضت عليا خدمات تما وهذه هذا هو اللي بغيت نقول لك، مشي قرا تما كورسو ديال الفلوس وصافي، واخا ما تكونش عندك شهاده السكنه. تحياتي الله يجازيك بالخير وتحياتي. الله يعاونك خويا. تحياتي اخوان شو تكبس الطنجاوي تكبس تكبس الله يحفظك خويا الله يرحم والديك. صاحبي ضربوا 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 تحياتي. او الدعم ما كاينش ولكن هانيه. الله يحفظك الله يرحم والديك. الله يجازيك الله يرحم والديك. تحياتي والله راه حنا كنتعاونوا مع الاخوه المصاب. الله يحفظك الله يسهل عليك الله يرحم والديك. شكرا الله يرحم عليكم الله يرحم والديك. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بالخير. راه حنا كنديروا اللايف يعني كنديروا داك الشيء اللي كنعرفوا، راه حنايا ما كنستافد والو من غير ديك كلمه الله يرحم الوالدين، وكنضحكوا مع الناس وكنبغيو نوصل واحد الرساله وراه نعاون غير بواحد شويه الاخوان. ما شوف راه ربي اللي كيعاون ربي اللي كيشوف العبد ديالو، ما حنا كنوصلوا غير الرساله داك الشيء اللي عشناه لا اكثر ولا على بركه الله. الله يحفظكم الاخوان، تفاعلوا معنا وبارطاجيو لينا اللايف. لي عزيز علي الطنجاوي يبارطاجي لينا اللايف الله يجازيكم الخير على بركة الله. اللايف يتبارطاجا باش كلشي يستافد الاخوان ديالي. السلام عليكم. السلام خويا الطنجاوي كي داير بخير؟ الله يحفظك خويا العزيز مرحبا. الله يخير الطنجاوي الله يحفظك. الله يا خويا الله يرحم والدين. تحياتي. بغيت نسولك واحد السؤال الا جات على خاطرك. مرحبا خويا غير المدينة وصافي باش الناس زعما اللي في المدينة ديالك يستافدوا تا هما. مرحبا. مرحبا موسى من الباسيتي. مرحبا خويا. دابا ريغو فورماسيون ودفعت هادي شي شهرين وعشر ايام بحال هكا، عندنا هنا ما كيتعطوش بزاف 22 يوم 20 يوم شهر كاع ماكسيموم. دابا ولي البارح مشيت جان المحامية اللي دافع عندها، من مشيت عندها قالت لي راهم صيفطوا لك واحد الورقة بلا البروفات، هي كانت صيفطت البروفات كاملين مع الضغط ديال البروفات بزاف ما وصلهمش داك الشيء كاملين، يعني شحال يوليو يتعطلوا يعني شحال يتعطلوا باش يجاوبوني. واحد السؤال الله يحفظك، هذيك بروبات اللي صيفط يعني انت عطيتيهم لي ستوريكو ديال عامين ولا لا؟ السي ديال عامين وهي ما صيفطتش البروبات كاملين، هي عندها الضغط ديال البي سي قالت لك راه ما وصلهمش كاملين، قالت لي الفالطه من عندي انا ما عرفتش. نو باس انا نو باس انا عطيت لهم اوراق ثانيين، انت باقي تراميتي عادي جدا يعني هما طلبوا لي هذيك الشيء في بلاصه صيفطاتو ليهم، لو كان تعطلت ما غتبقاش تراميدي. يعني دابا انت ما عندك مشكل، يعني دابا انت بحال نقول لك الدوسي ديالك داز واحد المرحله صافي. دابا انت استنى ان شاء الله غادي يجاوبوك وان شاء الله يكون على خير. علاش كيكون الدوسي دايز مرحله راه تما فين كيطلبوا لك ورقه ناقص. يعني خويا شحال كيطلبوا كاع؟ قالت لي كينسي دياز كاع هكا الماكسيموم. ان شاء الله ان شاء الله انا ما نقدر شوف يعني باش كنبقى مزيان مع الاخوان ما نقدرش نكذب عليك، كنقول لك يعني ما يتعطلوش عليك حيت كل مدينه والسيستم ديالها. راه بلا قلت لك بان راه غادي نهضر معاك ما غاديش تيقني، انا دفعت الدوسي ديالي انا شخصيا 19 8 في شهر 1 جاوبوني 19 في شهر 2، السيد دفعت له 15 في شهر 2 جاوبو 15 في شهر 2 يعني في نفس النهار. يعني شوف هذاك الشيء راه ما عندوش علاقه بان هذا دفع قبل من هذا ولا
انت شوف دائما راسك صافي الله يسهل عليك. هذه غير فكره تسهلك باش يعني ما تبرزش راسك. الله يحفظك خويا طنجره. الله يعاونك خويا العزيز. تحياتي يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف. الله يجازيكم بالخير. ولا عزيز علي الطنجاوي بغيت حركه اكسبلور. شوف ملي ما وصلتونيش 100,000 هنايا عارف راسي بان المعلومات ديالي ما كتستافدوش منهم. ماشي نقول لك صراحه يعني اللايف ديالي ماذا ما وصلش 100,000 قلب والو فالص. الاخوان تكبيس الاخوان الله يجازيكم بالخير. ولا بغيتونا نستمروا في اللايف يعني اليوم السبت بغينا نجلسوا معكم شويه في اللايف ولكن الدعم ما كاينش فهمنا الاخوان. اليوم السبت بغينا زعما نقصروا معكم نديروا شي لايف زوين نطوروا فيه جوج ساعات ماشي مشكل. ولكن اللي كنشوف انا دابا هو الاخوان ما كاينش البارطاج يعني واخا انا كنبغي نجلس معكم في اللايف نجاوب على الاسئله ونطلع الاخوان يعني حتى ولا انا يعني كنت كندير واحد الحاجه راه انا دائما ما كنطلب حتى حاجه كنطلب لكم غير البارطاج. الله يحفظك شكرا خويا على الورود. انا واحد انسان بحالك بحالي يعني انت خدام في نهارك وانا خدام في نهاري يعني كنجي لهاد القناه كنوصل لك الفكره اللي عايشها انا وكنجاوبك على الاسئله اللي كنعرف يعني شنو غادي تخسر ولا تكيتي في البانطايا. كل واحد يتكي في البانطايا دقيقه دما كانا الله يبغي يطلع على بركه الله. نشوفوا الاخوان وحركه اكسبلور اخوان ما تقصروش الله يجازيكم بالخير. حركه اكسبلور ومرحبا بالجميع. شكرا شكرا الاخوان اللي كتصيفطوا القلوب ولكن هذيك القلوب اللي كتصيفطوا بحال السينيال هذوك راه كيطلعوا بحال السينيال. خصك تعرف كيفاش تصيفط هذيك القلب راه كيطلع بحال اللي كتسينيالي اللايف فوق راه حتى كيمشي العكس راه باقا 91. يلا الاخوان السلام عليكم غنشوفوا شكون اللي معنا دابا. يلا الاخوان بارطاج البارطاج الله يعزيز عليك الطنجاوي بغيتكم توصلوني 100,000 قلب. عليكم السلام خويا طارق التوفيق. من البارحه خويا عرفتي ولا من البارحه يا وليدي يا وليكم. سمح لينا خويا طارق الله يرحم والديك. شوف هاني اخويا طارق كي داير التمسيات الله يحفظك اخويا العزيز. والله لا يعني شوف راه كندير اكثر من جهدي باش نطلع كلشي ولكن الله غالب. الله الله يرحم والديك الله يرحمك والدينا خويا. شكرا نتمنى والله خير ان شاء الله داكشي اللي كنعرفو راه كنقسمو. ما انا درت باريخ هاديتشو درت باريخ هاديتشو عندي مع هاديك اللي غندير مع باريخ هاديتشو عندي مع عامونس ديال بادرون ديال شهادة السنة ومشيت باش ندفع قالوا لي خصها تكون خدامة خص تكون عندها نوميات. لا رخص يكون عندها نوميات هي اسبانيولية اسبانيولية واه والدار ديالها بروبيتاريو يكون عندها غير مينيمو بيتر غير شي ايو ذاك تدخل يعني فيها 600 700 800 اورو. لا انا شنو درت لها هي خدامه ولاني خدامه نيكرو ما عندهاش لومينا حيت مرتاحه في الخدمه ديالها. دابا انا شنو درت لها مشيت قلبت درت لها واحد كون درت لها كونتراتو فيخو درت لها كونتراتو ديال الخدمه 8 السوايع 40 ساعه كنخلص 800 اورو في الشهر. واش ممكن ندفع دابا غير باللومينا الاولى ولا خصني حتى نستنى 6 لومينات يتجمعوا عاد ندفع؟ كنظن غير 3 لومينات يعني الاولى ما يمكنليش ندفع بها. لا صبار 3 نومينات شنو مدينة انت؟ خيرونة. خيرونة وعرفت واش 3 ولا 6 هنا في طراقوسة 3 نومينات ولكن هي بنت البلاد ما كنظنش 6 نومينات. لا هي اسبانيولة وعندي معاها عامونس. انا دابا درت الطريقة ديال تشوف عند النوطاريو خرجات ليا ديال النوطاريو غير دابا كنستنى. دابا انا عندي لومينا الاولى هي هاد الشهر دابا حيت هاد الشهر اللي فات هو اللي درت انا فيها سيغورو. دابا راه عندي واحد لومينا. عندك واحد لومينا دخل فيها السالار لومينو مواتير بروفيسيونال سي وا لومينا دايره لها لومينا ديال 1300 في الشهر مزيان 8 ديال السوايع. ودابا ما بغيتش دابا ما عرفت واش نمشي ندفع غير بهاد لومينا نعطيها غير لومينا الاولى وندفع. جرب جرب انت انت راك تراميتي معاهم يعني انت راك فاتح الدوسي معاهم. درت الطريقه ديالك خصها تمشي هي تقول لهم راني خدامه هي تمشي معاك تدفع تقول لهم راني خدامه وتدفع وعاود تستنى غادي يجاوبك عاوتاني تكون عندك النوميات الثانيه رميها لهم الثالثه رميها لهم يعني خلي الدوسي محلول ديرها هذه احسن مزيانه صافي واخا ديرها حيت انا هذه القضيه هذه انا درتها في الدري يعني الدري ديالي انا ملي خلق بغيت نبدل الوراق طلبوا له النوميات صيفط لهم الاولى عاوتاني صيفط لهم ميساج قال خصك ثلاثه صيفط لهم الثانيه وملي صيفطوا لي فعاودي صيفطوا لي الثالثه صيفطوا لي الورق ديالو نيشان بلا ما يطلبوا لي الثالثه صافي. يعني انت جرب حظك ولكن نورمالمون يعني انت مادام هما يعني خرجوا لك الورق ديال يعني ديال الزواج يعني شوف ديك الشيء غادي يجوز مسوح مادام انت وياها متفاهمين
كيما قالت ديك عاموس راه دوزات 6 شهور ولا 4 شهور. هذاك الشيء اللي كاين. الله يسهل عليك خويا، تحياتي. الله يرحم الكويدي. شكرا اخوان، شكرا لكم على هذا البارطاج، والله العظيم تحياتي لكم الاخوان ديالي. والله الا طلب صغير والله ولا بغيتو يتقعد اللايف هذا 100000، بغيت نشوف 100000 قلب. الله يحفظكم. يعني باش نزيد نجلس معكم شويه، دابا راه 7 نبقى معكم حتى 7 ونص ولا 8 لارب. الله يجازيكم بالخير، يعني باش كلشي يستافد خليو اللايف يطلع. حركه اكسبلور تقدر انت واحد دير 20 حركه اكسبلور مع صحابك. هنا بغيت نشوف 100000. الله يحفظكم اخوتي، وما تحبسوش، حيت ملي كتحبسوا التكباس ترى انا كنتحبس، يعني تسكي في بانطا، يعني بغيت نقول تسكي في بانطا، يعني ما نمشيوش نديك الفكره ديال على بركه الله. بسم الله. السلام عليكم خويا. السلام عليكم. مرحبا. كتسمعني خويا؟ خويا مرحبا خويا، مرحبا كنسمعك. خويا هذاك باغي نسولك. يلا الاخوه بارطاجيو اللايف، الله يجازيكم بالخير. اللي كيبارطاجي واللي كيتسكي في بانطايا واللي كيدير حركه اكسبلور كيطلع هو الاولاني في الاقيمه. السلام عليكم. السلام عليكم خالد طنجاوي، لاباس؟ الله يحفظك خويا العزيز، مرحبا. الله يحفظك. الحمد لله، الله يحفظك. قول لي، قول لي وين نسولك. مرحبا وليدي. مرحبا. سالتو بالبيرمي ديال هنا، واش انا عندي دابا الفوالور ولا تبعتو شريطه ليا ولا خصني ندوز؟ لا لا ما تقدر دير والو دابا، تيصدقوا على القانون، مازال ما صدقوش عليك. راه كثروا، راه صادقوا صادقوا، مازال تنسمعوا وما كاين والو، ما كاين حتى حاجه. بيرمي كبير نو؟ عندي بيرمي كبير، عندي صغير. صغير ولا عندك الوراق غتبدلو؟ ولا عندك الوراق هنا وجيتي من المغرب عندك بيرمي صغير غتبدلو دابا صافي؟ ولا عندك بيرمي كبير جيتي به من المغرب ولا كيما درتي راه ما تقدر دير فيه والو دابا، حتى يصدقوا على القانون كيقولوا غيصدقوا عليه فقط في الناس اللي غيجيو من المغرب، اللي غيجيو جداد. ما الناس هنا باقي ما داروا عليهم والو، حتى قبل شهر الساعه ما عرفوا شنو كاين ان شاء الله صافي؟ قول لي اخويا، بغيت نسولك الله يرحمك، واحد الصديق ديالي دار باريخ غاليتشو ودفع، هو دار مع واحد الاسرائيليه هي رومانيه خدامه عندها نومينات عندها كلشي، ودار شهاده سكنه مع اختو وراه دفع. ما غاديش يقبلوا له، خص تكون عندهم شهاده سكنه مع هذيك، مع هذيك نيت اللي باغيها ولا باغيها. ما غاديش يقبلوا. نو يا اخويا عندك صداع بزاف، والشهاده السكنه خص تكون عنده مع هذيك اللي غيجوج بها. اللي غيطلع خصو يكون فواحد البلاصه ما يكونش فيها صداع، راه عليه حيت كتهبطونا اللايف وما كنسمعوا والو. يلا الاخوان بارطاجيو لنا اللايف الاخوان، الله يجازيكم بالخير. اللي عزيز عليه الطنجاوي بارطاجي لنا اللايف الاخوان، اللايف راه طايح ولا بقى اللايف هايدا خمسة دقائق غادي نهبطو. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. عليكم السلام اختي، مرحبا. كراك مزيان، عواشك مبروكة. الله يبارك فيك لحم والدي. مرحبا خويا، بغيت نسولك الله يسهل عليك. انايا عندي الورق الثاني، عندي دوزت العام الاول، دوزت العام الثاني والعامين الثانية، يعني غادي ندوز لخمس سنين، ودابا انا دفعت وعندي واحد المشكل. انا الخفي ديالي كل مرة كيبدل لي الطا، كل مرة كيدوزني الكوبانية. ماشي مشكل، انت عندك لابيدالا بورا فيها ست، يعني شحال عندك عامين الثانية فيها 9 شهور، ما كاينش مشكل ياك. شوف هما انا نفهمك واحد السيستيم، هما ملي كتدفع الوراق ما كيهمهمش فين خدمتي مع من خدمتي، كيهمهم تكون عندك لابيدالا بورا ديالك فيها شهورة. نقول لك واحد الحاجة، انايا مشيت انا مع كانوا كيقولوا لي خصك ضروري يكون عندك 6 شهور في العام. ماشي 6 شهور في العام، في العام ملي كيكون عندك الوراق ديال العام، ملي كيكونوا عندك الوراق ديال عامين خصك 9 شهور في ديك عامين تخدمها. والعامين الثانيه انا حيت في القناه بحال بحال. لا ولكن اسمح لي. مرحبا. انا برسطوني الناس وانا كنت عارفه راسي انا ما ندخلاش 6 شهور، مشيت للسطن الخيريه ديال انا حيت كنسكن. ولكن اسمح لي واحد الحاجه وما تكمل انتيا، ولا خدمتي مع واحد الشركه 4 شهور 3 شهور في الوراق عامين ودارت الاكسبيديد ووقفاتك وما لقيتيش الخدمه وبقيتي كتفيرمي في لينين، تقدر تبدل الوراق ديال الخدمه يعني بلا ما تكون. كنت كنديرو، ولكن انا ما كنتش عارفه راسي ما كنتش مدخله 6 شهور،
ومشيت شديت السيطة مشيت لأوبيدو حيت أنايا كنسكن في أستورياس، أنا كنت في مدريد ورجعت لأستورياس هذا عام، ومشيت شديت السيطة في الأوبيدو وسقسيت قالوا لي تقدري يكون عندك غير 3 شهور في العام، يعني 6 شهور في العامين. وشنو قلت لك أنا هذا؟ ياك قلت لك 6 شهور في عامين ولا جرات عليك الشركة ماشي ولا خرجتي انت؟ ما فهمتك. ودابا هذا اللي كان ناكد عليه، واخا كل شهر كيبدلني الخيط فيه ماشي مشكل. شوف انا غنعطيك ستوريا ديال الوراق ديال عامين بحال الاولاني. شوف الله اكبر، شوف الوراق ديال عامين الاولاني والثانيين بحال بحال. اول حاجه كيقول لك خصك تجيب لينا، واذا انت اللي كتخرج من الخدمه خصك تجيب لينا 9 شهور في ديك عامين، يعني 4 شهور في عام و4 شهور في عام، صافي؟ ولا تقدر تخدم ديك 9 شهور كامله في عام واحد، المهم ديك عامين تجي فيها 9 شهور، واذا انت اللي كتخرج من الخدمه. هاد عامين والله جا الله تكون 15 يوم في شريك وما كيهمهمش. هذه النقطه اللي خصك تعرفها. ماشي بالضروري كل مره تصيفط لهم كونطراتو. منين تصيفط كونطراتو؟ اصلا ما كتصيفط لهمش كونطراتو، انت اللي كديهم فقط لا بيضره وراء. حيت المحاميه انا ما طلبتليش لا بيضره وراء، طلبت لي غير كونطراتو، عطيتها الكونطراتو الاولى، ولكن انا دابا كل شهر شهرين كيبدلني الخيفي الشركه. ماشي مشكل، ولكن سمح لي راه ما يمكنلكش تعطيهم كونطراتوس كاملين، كتعطيهم لابيدار ابورا ديالك، فهمنا؟ كتعطيهم فقط لابيدار ابورا هي اللي فيها كاع الخدمه اللي خدمتيها. ربما ما عطيتها لهمش انا، ربما غيدخلوا السيستيم يقدروا يشوفوني بين ما انا شحال درت راسي. راه هما كيعرف شنو سيكوريتاس سوسياس ني واستراخيلي شنو وليني ستار سيستيم واحد. ياك هما كيعرفوا كلشي بيناتهم. انتينا دابا عندك الوراق د عامين، شحال خدمتي فيهم المجموعه دابا؟ ثانية دابا انا حاليا الطا، ولكن الطا غير ميديا خورنادا، نقدر نكون كملت ديك علي نكمل ديك 6 شهور، باقا ما كملتهاش ولكن نقدر علينا عليها. ولا باقي ما كملتيش 6 شهور كتقدم ليهم كونطراتو وديك الشيء اللي خدمتيه عادي. ياه هادي ولا ما خدمتيش 6 شهور ولا خدمتي كثر، يعني عندك كثر من 9 شهور ما كيحتاجوش الكونطراتو، فين كيحتاجو تكوني الطا عاد تدفع ليهم وعادي جدا. هذيك عندك واحد الخدمه تكون الطا تدفع ليهم، هي اللي كتكون خدامه حقا من 6 شهور كيطلبوا لك كونطراتو ديال ترابخ، يعني انا خدامه وكنقدم لكم هاد النهوره. وكذلك الايامات اللي كنتي جالسه كتجي واحد الورقه بانك كنتي كتفيرمي في لينيم، يعني بانك كنتي ما كنتش كنطيحها فين ما كنوقف من الخدمه كنمشي نفيرمي. ما هذيك راه هي اللي كتنفع مزيان، يعني ما عندكش مشكل نهائيا، يعني انت يا عندك الشك. ما دفعتهاش انا هذيك، هذيك حاليا ما دفعتهاش لحقاش انا الطا. لا ما دفعاش، يعني شوف هذيك ما دفعاش دابا، هذيك فوقاش دفعها هي، ولا كنتي انت باخا واحد 6 شهور 5 شهور عاد دفعتي استراخيليا. ولكن بالنسبه لي انا ديك الفكره اللي عندك بان راه كل مره كيصيفطني الشركه راه هذيك راه ما كاينش مشكل، راه انا فاهمك. يقدر مثلا تخدم معاه ويصيفطك على شركه اخرى دير كونطرا جديده هذيك عادي، يعني كتخدم التيمبورادا مقسومه صافي. هذيك اللي كتبرزطاني الحمد لله. هما شنو كيشوفوا استرانخيريه؟ هما ما على بالهمش ديك الشيء، هما على بالهم خصهم يشوفوا في لابي دار بورا ديالك الفوق النهار شحال عندك والشهور شحال عندك يا اسطى. شكرا لك، شكرا. ما كاينش مشكل، الله يسهل عليك اختي، مرحبا. دنيا لي الله مويتي، مرحبا الاخوه، الله يجازيكم بالخير. هذا طلب ليس امر، وصلونا 100,000، الله يرحم الوالدين، هنا 100,000 قلب، واللي ما دايرش حركه دي اكسبلوري يديرها، واللي ما دايرش الشراء كيدير. الله يجازيكم بالخير الاخوه، وبارطاجيو لنا هذا اللايف هذا، فقط كتوصلوا واحد الرساله للاخوان اللي ما كيعرفوهاش. كيف حدا بهاد اختي طلعت معنا وبزاف ديال الاخوان طلعوا معنا جداد اليوم ما كانوش معنا في القناه، كيوصل لهم بالطريقه اللي كتبارطاجيو فيها اللايف باش كتوصل لهم القناه. الله يجازيكم بالخير على بركه الله الاخوان، يلا يلا الاخوان ديالي على بركه الله، وما تنساوش تبارطاجيو. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا اختي. خير لاباس عليك؟ مزيان صافا الله يرحم والديك. مرحبا. الحمد لله خير. بغيت نسقسيك، انا في برصه الترخيطه ولكن سنتواهو رايكو فورماسيون. عملت الكورسو في برصه الترخيطه ولكن سنتواهو، ودابا بقيت واحد الكونتراتو. دابا بغيت نسقسيك واش خاصني نخلص، يعني سيور واش ديال 6 شهور ولا ديال عام؟ واخا اول حاجه شنو الميدان درتي فيه الكورسو باش نعطيك نصيحه كامله؟ عملت ديال الاوتيل اولمبيسا. واش من كونتراتو اللي لقيتي نفس الميدان؟ لقيت نو ما لقيتش في نفس الميدان، ولكن فاميليا اسبانيولي اونكل اسبانيولي عنده دار كبيره، هو كان يعطيني الكونتراتو لاني كان من اولمبيسا الدار، وكان عطاني بالدار ديالو كيخلص هو القوانين ديالو كلشي. نو 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 انا نخلص يقولو نو من غير هذيك
واش هو ليمبيو مع الدولة، واش هو عنده شي ديكلاراسيون ولا عنده شي مدخول يقدر يخلصك به هادشي اللي غنشوفو في الاخر؟ انا نقول لك هو راجل كبير خوبيلادو ان شاء الله التقاعد وبخير عليه، هو اللي يعني بخير عليه يعني ما عندوش مشاكل مع الدولة ولا حتى شي حاجة. انا صراحة ما كنعرفش. سولتيني دابا شحال خصني نخلصو ديال الالتا، والالتا هو اللي خصو يخلصها. 6 شهور ولا عام؟ شي كيقول لي 6 شهور شي كيقول لي عام. اختي انا غنهضر معاك في القانون، انا دابا خدام، انا بدلتهم ديال الخدمه بحال اللي دايره انت، دابا بدلتهم يلاه هذه 15 يوم دابا باش جاوبوني باش درت بصمه ياك. عندي الحق نمشي بحالي وبلا ما نخلص الالتا، الاول هو الشركه اللي كتخلص الالتا، ولكن يعني بيني وبينك يعني هذا غير قانوني وانا ما كننبهش الناس ليا، يعني انت ويلا هو قال لك خصك تخلص ليا راه ما كتخلصش كاش، يعني انا عندي حق نخدم معاك شهر، يعني علاش نخلص الشهر؟ كنخلص لك يعني هاد الشهر هذا نخدمو معاك الله خا ديال الشهر نخلصو، ولكن انت غتبقى خدامه وتخلص ولا يقطع عليك داكشي هذاك من الخلاص. شو بيني وبينك انا ما غنخدمش عندك وغنمشي. المهم ما ندخلوش في التفاصيل خليها لك صافي. انتيا نقول لك كل شهر نخلص لك الشهر الاولاني، قول له دير لي باخا الله يعاونك مشي لخدمه اخرى حيت هذا ماشي قانوني غادي معاك صافي. علاش؟ ماشي مشكله، ما كاينش مشكل سيغورو ومورها اجي نقول لك واش غنخلي نعمل باخا ولا هو نورمالمون من احسن يديرك هو، ولكن راه ما ضركش انت هنا خصك غير تخدم 9 شهور، انت اللي كنتي عارفه راك تخدم 9 شهور في هاد العامين واخا ديرها انت هادي، ولا كنتي باغيه انت تخدم 9 شهور فالي، ولا كنتي باغيه انت تجي من عنده باش تخدم غاديك 6 شهور باش تبدل الاوراق، يعني 3 شهور ما دات ما جابت. انا خصني باش نبدل الاوراق وندبر خدمه متعاقد. انت بحال اللي داير انا دابا، انا بيدي ان شاء الله ما بقاليش بزاف غنبدل خدمه اخرى، ولكن انا ما يهمنيش ندير انا باخا ولا يديرها لي هو، المهم اللي عارفني اللي عارف انا هو خصني نخرج من هنا نمشي نخدم هنا، يعني باش ما نضيعش الوقت. فهمتك. يعني انت ما تخلصش 6 شهور نيشان، غنقولها لك انتيا شهر صافي انتيا خليها لك، قول كل شهر نصيفط لك السيكورو ديالك، يوصل راه الشهر خلص هذيك الشهر هذاك يقول الله يعاونك غادي يوصل. فهمتك واخا. يعني هو ما ضرك والو هذا قانون، هو راه ملي كتبصم عندك اوتوريزاسيون ترافاخار، غير خصك تبصم عنده هو عاد واحد سيمانه ولا جوج سيمانه ولا شهر اللي بغيتي انت له قول له انت في الاخر الشهر قول له انا نقدرش نبقى نخلص لك راه ما عنديش، هو غيدير لك سبيديتو حسن ما ديرها انت، حتى ولا ما دارهاكش هو عاد ديرها انت صافي. واخا شكرا بزاف. خلينا نسقسيك غير واحد السؤال باش غادي نحاول. ماشي مشكل مرحبا. شنو هو الفرق باش تخلص سيكورو عام وتخلص 6 شهور؟ كيقول لي لا الاحسن تخلص عام وتجي يقول لي 6 شهور احسن. حيتاش تقسيم شوف حيت انت سولتي الناس اللي اصلا ما كتفهمش في القانون باش نهضر معاك في القانون. القانون انت ما كتخلصش سيكورو، انا فهمتك ما ندخلوش مواضيع ديالك يعني داكشي خليه صافي راني فهمتك. السيكورو شكون كيخلصو اختي؟ ملي كتخدم مع الشركه عمر السيكوريتا سوسيال ما عمرك كتخلص في 6 شهور انت باقي ما خدمتيهاش. فهمت. كل اخر شهر هادشي كيتخالف الميدان الميدان شحال كيقطعوا لك في شهر، ماشي انت كيقطعوا الشركه ماشي انت. انت خدمتي مع الشركه شهر مثلا، انا خدام في البني شهر كيقطعوا له 670 الاورو في الشهر، انا كنخلص عليا رخيفي 670 حتى 700 الاورو في الشهر ابار النومينا ديالي ديال السيكوريتا سوسيال. هذه السيكوريتا سوسيال كتقطعها في الاخر شهر من من من, من كوينتا ديال الشركه. فهمتيني؟ وكاين اللي ما كتخليش كاين وكاين اللي ما عندوش كوينتا اوتوماتيك ديال كوينتا في 100 مرات ولا شي حاجه الشركه، السيكوريتا سوسيال كتجمعهم عليه، انت ما عندكش علاقه في هذا الشيء هذا. وإلا انت خدمتي شهر ودار لك باخا صافي كتمشي لبلاصه اخر والسيكوريتا سوسيال ما تبقى تسال والو، كتدي غير ديك الشهر اللي خدمتيه، يعني ما كايناش شي حاجه تخلص لي 6 شهور. وهذا اللي قال لك خصك تخلص عام ولا 6 شهور قول له جيب لي شي قانون، جيبوا لي انا كنعرف قانون واحد هو خدمتي شهر كتقطع السيكوريتا سوسيال في الاخر كتقطع لك شهر السيكورو، ماشي قطع لك اللي كنتي كتقطعو للشركه. الشركه ودابا شي كيقول 6 شهور احسن شي كيقول لي عام. اسمع اختي انا سمعت في القانون وهاد الهضره من احسن خلي يعني ما تبقاش تقولها بنادم بزاف حيت بنادم ما يعطيكش شي حاجه اللي تفهمها، يعطيك غير الوسواس من الراس. انا صراحه غير مشوف اللايف ديالك قلت نطلع معكم، انا صراحه دابا غنمشي نسقسي المحامي. اول مره واقيلا طلع لك قناه ولا ديجا كتعرف القناه ديالنا؟ اول مره. هذا الشيء علاش كنقول الاخوان بارطاجيو اللايف حيت كيطلعوا لنا جداد يعني بحال الاخت. ها هما غير الاخوان معايا في اللايف. تخيل دابا مثلا حنا ما نهضروش على التفاصيل، انا خدمت مع واحد الشركه ونخلص ليها 6 شهور، يعني ماشي نخلص ليها يعني واحد كيقول لك تخلص ليها 6 شهور انا هذا كيبغي لك الضرر اللي كيقول لك هذا الضرر. علاش؟ حيت ملي كتخدم في واحد الشركه هذيك الشركه هي اللي كتخلص عليك في الاخر الشهر السيكور. كاينين الناس كيتفاهموا مع الشركه كيقول له زعما نخدم معاك وقطع لي السيكور الشهر الاولاني، ملي نخدم معاك شهر قطع لي هذيك شويه في الشهر،
ماشي تخلص 6 شهور ولا عام. شنو الفكره ديال 6 شهور ولا عام؟ هذه ماشي فكره، هذا استغلاليه، ويعني كتسمى كتقتل واحد النفسيه ديالو. انت انا درت لك فكره في راسك، قول له سي كل شهر نخلص لك مالي، ملي يجاوبوك شهر الاولاني قول له دير لي، قول له ما نقدرش نخلص، ما عنديش وما عنديش كذا كذا الحساب ديال الكورس ديال المغرب، هو صافي هو يدير لك سبيديت وعادي. غادي شنو غادي يدير لك؟ باقا مسيكوريتي سوسيال ومشي يخدم بلاصه اخرى. الله يسهل عليك انت حتى تبصم فوالا. صافي اخي شكرا، الله يسهل عليك اختي. مرحبا، ما كاينش مشكل. الله يحفظك. مرحبا، معليش معليش. يلا الاخوان بارطاجيو لينا اللايف، وبارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم الخير. صافي بسم الله. الحمد لله، حقكم في الجنة الاخوان. اغسوم ميركادونا هرقنا الاخوان، بارطاجيو لنا اللايف الله يجازيكم الخير. شكرا الله يحفظك، شكرا الله يبارك الحباب ديالي الله يجازيكم الخير. ونعاودوا نطلعوا الاخوان، شوف ولو وصلتوني 100000 غيوصل لايف بعيد. راه نتوما كل واحد، اي واحد كيطلع كيوصلنا.